عندي ليك عروض أنليمتد، الإنترنت فيها غير محدود. حسين فاهم وعارف الفرق كويس. هو صحيح الإنترنت غير محدود، لكن سرعة وجودة الإنترنت تعتمد على عدة أشياء، أهمها أقصى وأقل سرعة تضمنها الشركة ونسبة المشاركة. مع الإلنت أنليمتد المشاركة ما تزيدش على 10 في أوقات الذروة. النت انترنت افضل، انترنت اسرع. Sonata. رمضان مبارك. شركة دانا تقدم خالص التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. حليب دانا المعقم كامل الدسم لجميع أفراد العائلة. حليب طبيعي ولذيذ وطازج، متوفر الآن في شهر رمضان المبارك في أسواق ليبيا المختلفة. جدد اشتراكك في بيم سبورتس واستمتع بمشاهدة كأس العالم روسيا 2018. شركة بانوراما التغطية وكيل معتمد لشبكة قنوات بيم سبورتس. استمتع بالعطلة في أجمل الأماكن السياحية في العالم مع كيفالاي. عروض مميزة في أرقى المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والحمامات وبأقل الأسعار. باقات مميزة خاصة بالعرسان توفرها كيفالاي للسفر والسياحة، تشمل إقامات فاخرة وجولات، مغامرات سياحية، استقبال وتوديع بالمطارات. كيفالاي، العالم صديقنا. للإعلان على قناة ليبيا الرياضية، الوكيل الحصري، شركة الغد للدعاية والإعلان والخدمات الإعلامية. لأن رمضان كريم ديما يجينا معه الخير، ولأن مصرف الوحدة أكبر المصارف العاملة في ليبيا، حب يشارك بالخير ورفع سقف المشتريات بخدمة موبي كاش إلى 1500 دينار وبنفس سعر الكاش. ورمضان يجمعنا بالخير. مصرف الوحدة، اختيارك الأفضل. مشاهدينا الكرام، متابعي ليبيا الرياضية اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم في هذا الاستوديو التحليلي
لمباراة جديدة، يعني هذه المباراة الجديدة نتكلم عليها لأنها متجددة، رحلت من الأسبوع الأول لمرحلة الإياب، ستجمع فريق الأهلي ببنغازي مع نادي الاتحاد في تلعب للجولة الأولى لمرحلة يعني التتويج، إياب التتويج. نتمنى ما حدث في بنغازي في المباراة الأولى يبقى في تفاتر الماضي فقط لا غير. سيرفقني في هذا الاستوديو التحليلي الكابتن جمال خميس. رحبوا بك كابتن جمال، اهلا وسهلا بك. مساء الخير عبد المهيمن صاحب تورك، مساء الخير لكل الناس اللي تتابع فينا عبر شاشه الرياضيه. نتمنى اليوم نشاهد مباراه كره قدم خاليه من كل شيء من الاشياء الجانبيه. اتمنى نشوف مستوى من فريقين كبار، الاهلي بنغازي والاتحاد، فريقين يستحقوا ان يقدموا كره قدم جميله. نتمنى اليوم نتفادوا اللي حدث في الماضي ونقدموا ونلعبوا كرة من أجل الكرة. أتمنى نشاهد ذلك في الملعب، وإن شاء الله من خلال تتبعنا لمجريات المباراة نشوفوا التقييم، نشوفوا ما يفكر فيه المدربان، طريقة اللعب، أسلوب اللعب، حنتكلموا عليه بعد ما نعرفوا التشكيلة أو نعرفوا بعض الأمور اللي تخص. نعم كابتن جمال، اكيد اوراق كلا المدربين، الوقفات الفنيه يعني ناخذها واحده واحده وياك، كذلك الحديث على الكثير من الامور سنتكلم عليها كابتن جمال بعد ما ناخذ تقرير مباراه الاهلي بنغازي الاتحاد، ومن ثم نرجع لكم. مباراة الثلاث نقاط في ملعب ابنينا تجمع فريقي الأهلي بني غازي والاتحاد في المرحلة الأولى إيابا لدور التتويج. صاحب الأرض عينه على الفوز ليتصدر الترتيب في مواجهة الاتحاد العنيد القادم لتقديم أداء قوي يؤكد جدارته بالبقاء متصدرا، والمواجهة ستكون قوية بين ناصر لحضيري وغارزيتو بعد أن كسب الأخير رهان الفوز بمباراة الذهاب. لكل فريق مفاتيح لعب سيدفع بها المدربان لحصد النقاط والتفكير في المباراتين الآخرتين. فريق الأهلي بني غازي يركز على خط هجومه ومتانة دفاعه، ولذا سيضغط لإحراز هدف مبكر يبعثر الأوراق. فريق الاتحاد المستعد جيدا ليبطل مفعول هجمات منافسه، وفي المقابل سيحاول امتصاص حماس فريق المشوار الطويل في البداية، ثم التركيز على خلط الأوراق بالهجوم المكثف من الجناحين لإحداث ثغرات في دفاع فريق الأهلي بني غازي المعتمد على حركات مهاجميه للوصول إلى المرمى. المباراة كالعادة في كل لقاءات الفريقين تمتاز بالسرعة والندية وقوة الأداء والأهداف، لأنه نادرا ما تنتهي لقاءات الفريقين سلبية. من الصعب توقع النتيجة، ومن يجتهد أكثر ويقرأ الفريق بصورة أفضل ستكون له الكلمة في نهاية المباراة. ختاما، المطلوب الروح الرياضية العالية والتنافس الشريف بعيدا عن كل ما يسيء للرياضة، ونطالب بالتركيز على لعب الكرة فقط. وتاريخ الفريقين يشهد بأن التنافس الشريف هو عنوان تاريخ مباريات الأهلي بني غازي والاتحاد. وأخيرا، كل التوفيق للاعبين والمدربين وطاقم التحكيم. أكيد هذا ما نتمناه متابعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، كل التوفيق. نهاية التقرير كان للمدربين واللاعبين والأطقم التحكيمية، لأنهم يعني ثلاثة العناصر هذه في منظومتنا الرياضية أكثر عناصر معرضة للوم والنقد. كابتن جمال، قبل ما نتكلموا على اللوم وقبل ما نتكلموا على يعني ما حدث في بنغازي وقبل ما نتكلموا يعني على الأشياء ممكن حدثت أبشع وأصعب منها في بلدان مجاورة، ولكن يعني نتكلموا على أهداف الرياضة، نتكلموا يعني الرياضة ناشئ منذ الصغر، يعني ممكن يفرحوا أولياء أموره بأن يدخلوه في أي نشاط رياضي حتى يكون صاحب أخلاق رياضية، صاحب روح رياضية، يعني الجسور اللي تمت فيها الرياضة، الأشياء النبيلة اللي يعني تنادي بها الرياضة واللي تبي توصل بها الرياضة. وإحنا ممكن الشيء اللي مفرحنا نحن يعني ناسنا مكانة في المنظومة الرياضية اللي تجمع سواء كانت إعلاميين إداريين رؤساء اتحادات
الجمعيات، أعضاء يعني اتحادات رياضية، لجنة أولمبية، ما إلى ذلك، يعني من كافة أطياف المنظومة الرياضية في ليبيا. الشيء الوحيد اللي قاعدين نفرحوا به ممكن الفئات الأخرى أو اللي تشارك فينا في هالمجتمع، إن قاعدين أحباب، قاعدين عائلة واحدة، قاعدين إخوة. يعني هذه ممكن أجمل ما في الرياضة. وإن شاء الله مهما يصير، مهما يتكلموا الغواويين، مهما يتكلموا المتعصبين، مهما يحاولوا إنهم يشوهوا صورة الرياضة ويدخلوها في أشياء أخرى، لكن إحنا أهل للشيء هذا، وحنادوا دائما بالأخلاق الرياضية، وتنتهي الرياضة بانتهاء صافرة الحكم. فعلا منافسات نوافق الكلام. يا الرياضة وكرة القدم خاصة هي معانيها سامية، المعاني السامية للرياضة معاني كبيرة في 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 كل شيء. هي رياضة تربط أواصر المحبة بين بلدان، مش فما بالك ما بين المدن. حقيقة رياضة لها دور كبير في لم شم، رياضة لها دور كبير في زرع الروح الرياضية، في تعليم النشأ قيمة رياضة. رياضة تتعدى نتيجة مباراة، تتجاوزها. حقيقة لا يمكن أن نقف عند نتيجة مباراة، من يفوز ومن يخسر ومن يحصل ثلاث نقاط. الرياضة زي ما قلت لك في البداية معانيها سامية، وسامية بدرجة كبيرة. وتمنى احنا أن الثقافة تنتشر بهذا الشكل في بين شبابنا الصغار، بأن للرياضة وكرة القدم معاني سامية أكبر من نتيجة مباراة وأكبر من الحصول على ثلاث نقاط. نعم أكيد عندك الكثير من الشواهد الحية، كثير من المواقف اللي ممكن تقدر تحدثنا عليها. كابتن جمال خميس يعني من سكان مدينة طرابلس، دربت في الحبيبة سرت، تنقلت أنت وفريق خليج سرت في أكثر من مناسبة، المدن الشرقية، المدن الغربية، المدن الوسطى. يعني الترحاب والتواد والمشاعر الأخوة، يعني نشوفوا فيها ممكن الأندية اللي ظروفها أصعب قاعدة ممكن في نفس مستوى الأندية اللي تعتبر مرتاحة ماديا شوية، في يعني في حسن الضيافة، في البشاشة، في المعاملة الطيبة، كيف يفرحوا بيك مع أنهم عارفينك منافس ليهم. لكن هذه هي الأخلاق اللي نتكلم عليها ونفرحوا بها إحنا موجودة. والله من خلال التجربة ومن خلال معاشرة شخصية، يعني عايشت هذا الوضع بتدريبي لفريق خليج سرت، وكنا دائما نتنقل باستمرار للبيضة، لمساعد، لبنغازي. لعبنا معظم مبارياتنا لعبناهم خارج أرضنا احنا، خصوصا في فترة الذهاب، ولكن ما شاهدنا الروح الطيبة والترحيب والأشياء الجميلة اللي كانت تتأكد وتبين أن الرياضة قيمة كبيرة. أنا من المنطقة الغربية، ندرب في فريق خليج سرت من المنطقة الوسطى، كان صدف أن فريقي يلعب مجموعته في المنطقة الشرقية، وكانت لي حتى في مفات كانت لي تجربة مع الأخضر، دربت في البيضة. قصدي ما أعتقدش كرة القدم هتوقف عند هذا الحد. كرة القدم أرقى وأسمى من هذه، والرياضة زي ما قلت لك بصفة عامة لعبة سامية لها معاني جميلة، وتربط بيننا احنا كمدربين، أصدقائنا، زملائنا، سواء في المنطقة الوسطى في المنطقة الغربية، كنا كمجموعة وكفريق واحد وكشباب رياضي حاولوا نزرعوا قيم السامية للرياضة ولكرة القدم خاصة. كابتن جمال اليوم مدرب، كابتن جمال بالأمس احنا ما نبوش نعطوا يعني قدر للتحليل الفني او يعني دراسه في اوراق المباراه، لان هذه اكثر مباراه ممكن اخذت تحليل حتى لصفحات التواصل الاجتماعي، على يعني جميع الوسائل، يعني وسائل النقل سواء كانت مرئيه او وسائل اعلاميه، اسف، سواء كانت مرئيه او مسموعه. يعني خلينا نتكلموا على الجانب الاخوي، خلينا نتكلموا على المبادئ او الاهداف الرياضه الحقيقيه. كابتن جمال اليوم مدرب، الامس كان رياضي، كان احد نجوم الكره الليبيه، يعني كان احكي لنا على صداقاتك، احكي لنا على المواقف الاخويه اللي تجمعك بمنافسينك في فرق اخرى في مناطق اخرى. في فتره جيلي احنا كنا نلعب دوري من مجموعه واحده، وكنا نتنقل ذهب وياب سواء للبيضاء سواء لبنغازي، وتربطنا عدة صداقات حقيقه مع اللاعبين، واللاعبين نفسهم كانوا اصدقائنا في المنتخب، وكنا نتجمع في المنتخب. أنا أعتقد الظاهرة هذه ظاهرة غريبة ممكن قد تكون دخلت علينا الفترة الأخيرة، ولكن أتمنى أن احنا كنا كمدربين وكرياضيين نقف ضد هذه الظاهرة اللي تحاول تهدم هذه الأشياء الجميلة اللي تزرعها كرة القدم. جيلي أو جيلي اللي قبلي كنا نتنقلوا بكل سهولة، نلعبوا ضد الأهلي. أنا
لما كنت لاعب في الاتحاد لعبنا نتكمل مرة ضد الأهلي بنغازي، ضد النصر، ضد الهلال، ضد الأخضر، ضد الصقور لما كان صقور في الدوري الممتاز في تبرك. وممكن يرجعوا هم لأن رجعوا درجة الأولى، ورجعوا إن شاء الله يعودوا للدوري الممتاز. وهذه هي كرة القدم، تربطنا صداقات عديدة حقيقة بأصدقائنا في كل الملاعب في ليبيا، سواء في الشرق أو في الوسطى أو في المنطقة الغربية. وزي ما قلت لك احنا دورنا كمدربين وكلاعبين قدامى يجب أن نقف ضد أي ظاهرة تحاول تفسد معاني كرة القدم. كابتن جمال، يعني اليوم حتى إن كان صوت الحق وصوت العقلاء هافت ويعني يتكلموا بصوت يعني نقولوا بدون حدة، لأن الحدة والصوت العالي هذا موجود عند المتعصبين، عند الناس اللي تحب تشوش، اللي هي في طبيعتها سواء كانت تعاني من مشاكل نفسية أو هي ممكن تعاني يعني تحب يعني تظهر في المشهد السيء فقط. ولكن أعتقد أن الرياضة بصفة عامة أو كرة القدم بصفة خاصة دائما ما نجد الصاحب يعني المبادر في هذه الإشكالية أو مبادر لهذه الفتن أو خلق المشاكل دائما ما تكون حسابه يعني بسيط وقريب، وتلقاه يعني نتكلموا بالليبي يعني الماضي متاعه صعب جدا لأن عنده الكثير من تجاوزات والكثير من الأشياء اللي ممكن تشوه له يعني مكانته بين الجماهير الرياضية الواعية اللي احنا عندنا يعني طمع كبير في هذه الجماهير الرياضية اللي فرحنا أنها عادت للمدرجات بأنها تساعد المنظومة الرياضية بإعطاء رسالة حقيقية للجهات المخولة لها أنها تعطينا إذن بالرجوع للعب في أراضينا للمنتخبات الأندية. أول شيء أنا أرى إعادة المباراة هو نجاح وقص الطريق على أي شخص يحاول إفساد كرة القدم. نعم. برغم ما حدث، أنا لا نتكلم عن الماضي، لا نصبح من الماضي، صحيح، لكن إقامة المباراة وعدم إفشال الدوري هذا يعتبر ضربة للناس اللي حاولوا يصطادوا. هناك من لا يعيش إلا في المناخ السيء، فعلا. المناخ الصحي والجميل في اللي ما يعيشش فيه يحتاج لمناخ سيء باش هو يبان ويضر ويطلع وتبدأ صوته يعلى. ولكن إقامة المباراة في حد ذاتها نرى نجاح وقص الطريق على أي شخص يحاول إفشال كرة القدم ويحاول يوتر في العلاقة بينه وبين أي نادي. زي ما قلت لك إحنا كنا إخوة، كنا بلد واحد نلعب كرة قدم، في النهاية كرة قدم فوز وخسارة وتعادل، النتيجة اللي حتى يرضى بها أي فريق وتنتهي الموضوع في مكانه. لكن تأويل مباراة كرة القدم إلى أشياء تانية أعتقد ليست في صالح كرة القدم الليبية. احنا دورنا صوت العقلاء يجب نتكلموا بهدوء، نوضحوا الرؤية. في النهاية كرة قدم لا تعدو كونها ثلاث نقاط، من يفوز بها صح عليه، اللي يخسر هارد لك، هذه كرة القدم. وهذا ما تعلمت أنا خلال حياتي، إذا كان أنا كمدرب ما نقبلش أني نخسر ولا ما نقبلش نتعادل، نعم، نجلس في بيتي أحسن. فعلا لازم نتقبل، زي بني نعيش فرحة الفوز ونعيش قيمة الفوز، لما نخسر نعرف أن لما نفوز كيف كان يعاني الفريق الآخر. وهذه كرة القدم لها معاني، وتعلمك أنت وكمدرب تعطيك تعلمك الصبر، تعلمك الحوار. رغم من يحاول إفساد كرة القدم والرياضة بعيد عن الرياضة، أنا أكد لك أنه ليس رياضي وليس له علاقة بكرة القدم. ومعظم الآن اللي يتصدروا المشهد ممكن لم يكونوا لاعبين ولم يكونوا مدربين، فعلا. ولكن هم اللي يفتوا الآن. فعلا سيد شمال، هي في ممكن رسالة نوجهها للجماهير الرياضية، رسالة لمن يتابع في قناة ليبيا الرياضية، رسالة لكل محب لهذا الصرح الإعلامي. يعني الأكثر انتقاد هم في منظومة الرياضية هم يعني الحكام. حكامنا بارك الله فيهم، حكامنا قاعدين يقدموا في مجهودات ممكن أكثر من طاقاتهم بكل يعني واقعية وتجرد على أي عاطفة. لو نتكلموا عندنا يعني حكام سوبر أو حكام يعني متفوقين ومتميزين، رأى نشاهدوا فيهم يعني بكثرة في المحافل الأفريقية أو حتى في المحافل الإعلامية. ركود وتوقف الرياضة في ليبيا أثر بالسلب على الحكام وإنتاج، يعني خاصة أننا كان عندنا أجيال مميزة وكنا ممكن نتصدره من أفضل الحكام في أفريقيا والعرب، ولكن تأخر وتوقف والضربات اللي تحتت في الرياضة الليبية أثرت
كثيرا على الحكام. ثاني يعني فئة ممكن تنتقد هي هذه القناة اللي قاعدة تشتغل ليل نهار، جنود هذه القناة اللي قاعدين يحاولوا انهم يقدموا لكم افضل ما لديهم، يحاولوا انهم يعطوا صورة كما هي. اقل شيء واكثر من شيء ممكن يصير عليها المشاكل هي تسميات الفرق، قاعدين يتكلموا على تسميات الفرق واسماء الفرق كما تجي من لجان المسابقات واي إن كانت في يعني في اي لعبة من الالعاب. اي علامة في ليبيا الرياضية ممكن يكون يعني جانب الصواب في شيء ما تكون ضريبة يعني عقوبته او ضريبة ملاحقته كلاميا يعني اكثر من اي حاجة تانية. هذا اللي كنا نتكلم فيه يعني مشاهدينا الكرام، نتمنوا التحلي بالروح الرياضية، نتمنوا يعني الالتفاف حول الرياضة الليبية. كما معنا في استديوهات قناة ليبيا الرياضية هنا من طرابلس الكابتن جمال خميس، أيضا في استديوهاتنا في من بنغازي الحبيبة معنا الكابتن علي مشاري. نرحبوا بك كابتن علي، أهلا وسهلا بك كابتن علي، كنت في استماع، أهلا وسهلا بك، صح فطورك؟ كابتن علي مشاري نجم نجوم الكرة الليبية في الماضي الجميل. كابتن علي صحة فطورك وأهلا وسهلا بك من استديوهات قناة ليبيا الرياضية. كابتن علي، كابتن علي أهلا وسهلا بك كابتن علي، رحبوا بك في هذا الاستوديو التحليلي في مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد. معاي هنا في الاستوديو الرئيسي من طرابلس الكابتن جمال خميس. لم نتحدد ولو ثانية على أوراق كلا المدربين، لم نتكلم ولو بجزئية بسيطة على المباراة، بل كان جل حديثنا على أهداف الرياضة ويعني الأشياء اللي تنادي بها كرتنا المحلية أو الرياضة الليبية، وتكلمنا عن المواقف الأخوية للرياضيين وأيضا الأندية الليبية. ما تعقيبك؟ نعم سيد علي نسمع فيك. اعتقد هناك يعني اشكاليه في الصوت. لم كابتن علي اهلا وسهلا بك، صح فطورك؟ مرحبتين فيك يا استاذ المهيمن، وتحيه طيبه لك وكابتن جمال خميس على كل هذه المقدمه وعلى كل الكلمات الطيبه اللي اثرتوها في بدايه مشوار التحليل الرياضي. كابتن علي يعني نبو نسمع منك رأيك حول يعني يعني أو تعقيب منك على أهداف الرياضة، نبو إضافات منك جميلة على العلاقات الطيبة والأخوية اللي تشاركك برياضيين من جميع أنحاء ليبيا، ونبو نسمع منك رسالة للمتعصبين اللي حاولوا يشوشوا صورة الرياضة الليبية. أعتقد سيد علي البشاري لا يستمع إلينا، نحاول أن نرجع له مشاهدينا الكرام، خطأ فني. نرجع كابتن جمال خميس، نشكروه يعني السيد علي البشاري أعتقد كان يسمع فينا وقت التحليل، ولكن حينما استحقينا احنا اللي صوته كانت في إشكالية في الصوت. مش مهم، نتكلم على مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد. الأهلي بنغازي شاهدناه في مرحلة الإياب من يعني كابتن جمال يعني تعقيب أغلب الجماهير الرياضية على مرحلة الإياب لم تكون بالمستوى العالي، ولكن يعني للإنصاف يعني الأكثر والأقل نادي النصر والأهلي بنغازي كانوا يقدموا في كرة يقال بأنها أفضل فنية من الاتحاد والأهلي طرابلس. شنو رأيك يعني في الموضوع؟ لا بالعكس، أنا نتكلم على المستوى العام لرباعي التتويج. نعم. احنا ما نقدرش نستثنوا فريق حتى من خلال النتائج. فعلا النصر لم يقدم نتائج الا خيرا مباراتين الاخيرتين. صحيح. يعني لما نقول النصر قدم مستوى، معناه النصر في مباراة الاولى والثانيه لم يقدم مستوى المأمول منه، سواء ضد الاهلي طرابلس في بنغازي او ضد الاهلي بنغازي لما خسر الاهلي بنغازي بنفس الشيء. بالنسبه لمباراه اليوم خلينا نتكلم. نعم. ونحوصل في مباراه اليوم باعتبارنا نحلله في الأهلي بنغازي الاتحاد، مباراة مهمة للفريقين
أنا أقول لك مباراة مهمة. مباراة ست نقاط اليوم. مباراة مهمة لها قيمة كبيرة. الفريقين يشتركوا في عامل واحد بس، اللي هو أن ناصر الأحضاري منذ فترة طويلة مع الأهلي بنغازي، وغارزيتو من بداية الموسم مع الأهلي بنغازي، لكن يختلفوا الاثنين في طريقة اللعب وفي أسلوب اللعب وفي أداء اللعب. غارزيتو يلعب بثلاثة أربعة ثلاثة، وناصر الأحضري يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة. اختلاف كلي في طريقة اللعب، في الأداء، في أسلوب اللعب. ولكن مباراة اليوم تحتاج الفريق الأكثر خبرة، الفريق اللي أكثر تركيز. هذه المباريات لا تلعب أخي عبد المؤمن، هذه مباراة تربح، مباراة التتويج. ليس أن تقدم أفضل أداء لتقنع الناس. وأمثلة كثيرة في أوروبا أخذنا أن من يحصد البطولات هو من يضحك أخيرا. تقدم أداء جيد، تلعب كرة قدم جميلة، لكن لا تفوز ما يرحمك حد. المدربين دائما مطالبون بالنتائج. اليوم مباراة مهمة، قد تفصل فيها ديتيلز، التفاصيل الصغيرة هي اللي تفصل مباراة الاتحاد. مباراة الأهلي بنغازي الاتحاد لا تحتمل الأخطاء. أنا أرى أن تقارب مستوى الفريقين قد ما يعطيش أفضلية على فريق على آخر. يعني ما نقدرش نقول الاتحاد له الأفضلية، أول حاجة إلى الاتحاد خارج أرضه، ولكن الأهلي بنغازي رغم يلعب في أرضه ما نقولش له الأفضلية، وأنه هو في طريق مفتوح للفوز. من الصعب جدا تكامل بنتيجة المباراة. المباراة بتلعب داخل الملعب، من يتحكم في أعصابه، من يكون أكثر تركيز، من يطبق في كرة القدم. المدربين يفكرون واللاعبين يطبقون. هذه كرة القدم، مدرب عنده أفكار واللاعبين هم يطبقها. من الفترة هذه يعني، ونتكلموا على الفترة هذه بالذات كابتن جمال، الزاد البشري في نادي الأهلي بنغازي ما يعانيش من الإصابات، يعني بعض مفاتيح اللعب زي ما يعاني به نادي الاتحاد. أعتقد هذه يعني نقطة تحسب أو ترفع من يعني من فرص الأهلي بنغازي. أنا مفسر لك طريقة لعب الأهلي بنغازي. الأهلي بنغازي يلعب كمجموعة واحدة وكفريق متكامل. لا تشعر ان الاهلي بنغازي عنده لاعب لو صبر. هذا ما يكون الصوب والستار لو ما يكونش موجود الاهلي حيقف. لا، الاهلي مع نصر الحضير يلعب كمجموعه فعلا. بدليل اللي نشوفه في راس حربه زي احمد كراوة ما يلعبش اساسي، دائما على بنك الاحتياط. يعتمد على اللعب الجماعي، يعتمد على اللعب المنظم، يعتمد على اللعب ككتله او كفريق. ولكن الاتحاد لا يلعب بطريقه 4-3-4-3. من اللي غارزيتو استلم الاتحاد حاول يقنع اللاعبين ويشبع اللاعبين بفكرة التدريبي. أنا أعتقد ربما يأدوش مباراة على مستوى عالي، ولكن يعرفوا من أين تأكل الكتف ويقطفوا في النقاط. مباراة اليوم لن تكون سهلة لا للاتحاد ولا للأهلي بنغازي. مباراة قلت لك تفصل فيها التفاصيل الصغيرة، من يكون أهدى في الملعب، من يكون مركز اكثر هو من سيحصد ثلاث. اغلب الاستديوهات التحليليه اللي نكون في تقديمها يا استاذ جمال دائما نتكلم على نقطه التركيز والعامل الذهني، لان ممكن الاشياء هذه هي اللي نشوفه فيها تخلي في تفوق كبير للكره الاوروبيه على اي يعني كره في اي دوله اخرى. دائما نشاهده الرياضي سبحان الله، يعني من كثر التلقين ومن كثر التوجيه اصبح كانه ماكينه، يعني حتى كانت عنده مهارات اكثر او حتى كان عنده جانب يتميز فيه اكثر، يوم يعطي تعليمات المدرب ممكن نقوله خير الرياضي صين اليوم مش ما يروغش او خير ما يمشيش بعد نص الملعب وكذا. هنا لكن مكان التركيز او يعني مرحله التركيز في الملعب وانت تنضبط طوال 90 دقيقه هي يعني قاعده اللي نشوفه فيها تغيب في الرياضي المحلي والرياضي العربي فعلا يعني بصفة عامة. هذا ما يسمى في كره القدم بالنضج التكتيكي. صحيح. النضج التكتيكي عندما اللاعب ليكون ناضج تكتيكيا لا يمكن ان يكون مركز فوق الملعب، ولكن بوجود مدربين الآن التدريب زي ما قلت لك، التدريب لم يعد تدريب في الملعب، لم يعد تدريب عبارة عن ساعة واطلع، لا، أصبح تدريب تلقين. أصبح اللاعب لكل لاعب واجباته داخل الملعب، على المدرب أن يفرض على اللاعب تطبيق هذه الأشياء. الآن لما نقول لاعب ناضج تكتيكيا معناه يفهم أو يعي كيف يتحرك فوق الملعب. الآن معش حكاية والله يلعب وطلع، لا لا لا، في واجبات. كل مدرب يحاول يرسخ أسلوب طريقة لعبه. نعم. قلت لك الاتحاد يختلف في طريقة لعبه على الأهلي بنغازي. من
يستطيع أن يفوز بهذه المباراة وهي مباراة مهمة بالنسبة للفريقين صحيح. وقد تعني البطولة لو أحد صحيح. الفريقين يفوز قد يخطو خطوة نحو التتويج ولكن من خلال التسعين دقيقة مباراة لن تنتهي زي ما نقول في بدايتها المباراة نعم. تحتاج كابتن لتركيز. جمال خلي نتكلم أكثر على تفاصيل أكثر بعد ما نأخذ هذه المراسلة من مدينة بنغازي معنا زميلنا المراسل عبد الله الخفيفي من مدينة بنغازي. عبد الله أعطينا ما عندك من معلومات حول مباراة الأهلي بنغازي الاتحاد. مساء الخير عبد المهيمن، تحية طيبة إليك ولضيوفك الكرام في الاستوديو وإلى كل مشاهدي ومحبي قناة ليبيا الرياضية. قمة كروية كبيرة يحتضنها ملعب شهداء بنين بمدينة بنغازي تجمع العريقين والكبيرين أصحاب القلالة الواحدة فريق الأهلي وضيف فريق الاتحاد في أولى مباريات مرحلة الأيام من دوري الرباعي دوري التتويج. كلا الفريقان يريدان العودة إلى الواجهة من جديد واجهة الانتصارات. فريق الاتحاد تعادل في الأسبوع الثالث من مرحلة الذهاب بهدفين مقابل هدفين أمام النصر. فريق الأهلي بنغازي تعادل مع فريق الأهلي طرابلس بهدف مقابل هدف. مباشرة إلى تشكيلة الفريقين نبدأها بالفريق الضيف الاتحاد. حراسة مرمى محمد الفرجاني، قلبي الدفاع أحمد التربي المعتصم صب، وظهير أيمن طارق الجمال، ظهير أيسر المهدي المصري، في الوسط طلال فرحات وعبد العاطي العباسي وعبد المعين خماج وعبد العزيز بريش، في الهجوم أحمد الزوي وكوامي كايزيتو. على دكة الاحتياط لفريق الاتحاد معاذ عمر حراسة مرمى، السماني صاوي، مؤيد القريتلي، عمران سالم، ناجي درا، زكريا اللافي، أندريا أوليفيرا. مدرب فريق الاتحاد المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو. فريق الأهلي بنغازي يدخل هذا اللقاء بحراسة مرمى عبد جواد رزق، قلبي الدفاع فاروق نور الدين، جبريل بقرماوي، ظهير أيسر سعيد النايلي، ظهير أيمن علي معتوك، في الوسط سفيان تشيكو وعبد الله العرفي وسند شوشان وابراهيم بودبوس، في الهجوم أحمد كراوع والنيجيري كوفري. على دكة الاحتياط لفريق الأهلي بنغازي حراسة مرمى عبد الرحمن الرعيض، في الدفاع إبراهيم العبيدي، أحمد هويدي، إبراهيم الجارح، عبد الله شعافي، سعد البرداح والشامخ فرج. يدرب فريق الأهلي بنغازي المدرب الوطني ناصر الحضيري بمساعدة كريم سلامة. الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء حكم وسط عبد الله الفضيل، مساعد أول باسم سيف النصر، مساعد ثاني عبد الله العريبي، حكم رابع السنوسي الحبيبي، يرقب المباراة الأستاذ توفيق الضاوي. لا غيابات تذكر لفريق الأهلي بنغازي، وأبرز غيابات فريق الاتحاد الطبال وسهيب بن سليمان وأحمد المكسي ومعاذ عيسى. هذا كل ما لدي عبد المهيمن، إليك الكلمة في الاستوديو. ليك سيد عبد الله مراسلنا مراسل قناة ليبيا الرياضية في مدينة بنغازي، وضع المشاهد الكريم في الصورة، أعطانا تشكيلتي الفريقين. اليوم ممكن نشاهدوا أصحاب القدم اليسرى كتر في تشكيلة نادي الاتحاد، صبوا فرحات وأيضا مهدي المصري موجودين في تشكيلة نادي الاتحاد. نختلف مع المراسل، الاتحاد يلعب بنفس الأسلوب 3-4-3، صبوا التربي جمل، علي مين بالريش، علي صار فرحات. نعم. في ناحية اليسار من ناحية الهجومية يلعب المهدي المصري. يلعب في وسط الملعب العباسي، ولا إله الله، في كوامي وزوي، كوامي وزوي كمهاجمين. نعم. أنا ما أعتقدش إن اليوم غارزيتو حيلعب بأربع مدافعين حسب ما دراستي لغارزيتو، حسب ما شفته خلال مباريات الموسم بالكامل أو رباعي التتويج. يلعب المجموعة الموجودة، الصبو وفرحات والتربي وجمل وبريش، هذه تعطيك اللي حاب ان الفريق حيلعب بثلاثة لاعبين محور في وسط الملعب، علي مين حيلعب بريش، علي صار حيلعب فرحات. هذا خط الدفاع. التأمين الدفاعي اول هو الان. نعم. يلعب خارج ملعبه. كابتن جمال، يعني خلي نشارك معنا كابتن علي بشاري في التحليل على هذه المباراة. كابتن علي، كنت تستمع فينا الينا الان في هذه اللحظات قبيل لحظات، يعني حبينا نحيوك ونقول لك صحة فطورك، نرجع مرة ثانية نقول لك صحة فطورك كابتن علي. نعم كابتن علي، اليوم الأهلي بنغازي والاتحاد مباراة بستة نقاط، كل فريق عنده يلعب عليه حدوده. الأهم من هذه الستة نقاط ومن يكون هو الفائز أو يكون الخاسر في نهاية هذه المباراة، الأهم اللي كنا منا أن تفوز الروح الرياضية في مباراة اليوم.
فريقين كبيرين، وهو ضيفنا فريق الاتحاد ما هوش غريب على بنغازي ولا غريب على النادي الاهلي باستضافه النادي الاهلي. كذلك فريق الاهلي اليوم استقبل فريق الاتحاد كالعاده، والحمد لله نقول الاجواء ممتازه، اجواء رياضيه، اجواء منعشه، اجواء الحمد لله فيها الروح المعنويه، كذلك فيها الروح الرياضيه. ان شاء الله تسود المباراه اليوم، على الرغم من الامور اللي صارت في الماضي نحاول ان نتجاوزوا هذه الامور. والرياضه كيف ما عرفوها احنا، الرياضه هذه وسيله تقرب بين الشعوب وكذلك بين المدن، وخاصة فريق الاتحاد ما هوش غريب علينا، وعلاقة الأهلي والاتحاد علاقة كبيرة، لا يمكن أن مباراة كرة القدم تفسد العلاقات بين الناديين، وهذه نعتبروها نحن سحابة صيف ومرت. وإن شاء الله اليوم نقول بإذن الله مباراة اليوم تعطي انطباع وتعكس كل ما صار في الماضي، والحمد لله الأجواء ممتازة. نشكر كل من قام لتأمين هذه المباراة، وإن شاء الله الكاميرا خير دليل على ذلك، والملعب خير دليل على ذلك. الكاميرا والملعب هم ان شاء الله اللي يعطوا الصورة لكل مشاهدي قناة ليبيا الرياضية في كل انحاء ليبيا، ونشاهدوا مباراة في قمة رياضية تليق بمستوى الاهلي ومستوى فريق الاتحاد. نعتبروه من قمم الرياضة، مع احترامنا لكل الاندية في ليبيا، والرياضة راهي ساعة ونص، وكل واحد من حقه أن هو يغلب، وهذه الرياضة اللي فايز نقول نعم صحتين أو فقد النتيجة نقول هكذا، ومش هذه راهي نهاية الدنيا نعم ولا نهاية الرياضة. الحمد لله كل الفريقين مستعدين لأداء مباراة جيدة ومباراة ممتازة تليق بكل المشاهدين بإذن الله. نعم نعم كابتن علي بشاري، وسمعنا كلمته كانت رصينه، كانت متزنه، مثل ما سمعنا كلام كابتن جمال الخميس، وكل اهل الرياضه دائما يتكلموا بصوت العقل. مهما كانت نتيجه هذه المباراه نتمنى ان تغلب الروح الرياضيه. ننتقل مباشره مشاهدينا الكرام متابعي ليبيا الرياضيه الى ملعب شهداء بنينه في مدينه بنغازي لمتابعه الشوط الاول من مباراه الاهلي بنغازي والاتحاد. فرجه طيبه. الجهاز الاداري ادريس العمامي، طاقم تحكيم لقاء اليوم يقود الحكم عبد الله فضيل بمساعده باسم سيف النصر ومحمد عريبي، حكم رابع السنوسي الحبيب، والمراقب هو الدولي السابق توفيق الضاوي. اذا دقائق وينطلق هذا اللقاء، هذه القمه الكرويه الكبيره اللي تاتي في جوله هامه، بل هي الجوله الاهم على طريق المنافسه على لقب الموسم. الاهلي الاتحاد اللي ارادا تحويل هذه المباراه الكبيره الى مباراه احتفاليه، إلى مهرجان للفرح والتواصل بين شباب الوطن الواحد، رغم أنها تحمل الطابع الرسمي على صعيد المنافسة على بطولة ولقب هذا الموسم. إذن أجواء رائعة بين شباب الفريقين تجعلنا نتفاعل بنجاح هذه القمة الكروية الكبيرة. إذن أمامنا اللحظات الأخيرة قبل انطلاق صافرة البداية من جانب حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل. قلنا المباراة اللي بدأت مساء اليوم قبل أن تنطلق صافرة البداية، بدأت باللقاءات الرائعة بين إدارتي الناديين الكبيرين وأحباء الفريقين الكبيرين من أجل إنعاش الأجواء، وبالتالي نحن على موعد مع قمة ستكون في حجم كل هذا الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه المباراة. يحدون الأمل والتفاعل بمشاهدة قمة ستفي بكل وعودها، قمة الأهلي والاتحاد. وأمامنا دقيقة صمت وحداد، ترحم على أرواح كل شهدائنا الأبرار في كل ربوع الوطن الحبيب. تمام هيا دولي خليها تبدأ. بس إذا نبقى في انتظار صافرة البداية بالنسبة لحكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل الذي يدير هذا اللقاء الكبير اللي يجمع فريق الأهلي والاتحاد. لقاءات الأهلي والاتحاد لقاءات قديمة وعريقة لها جذورها، يتجدد شبابها كل موسم، لم توقفها الأزمات ولن تقف في طريق استمرارها العثرات، ولم تهزمها العقبات ولن تنال منها كل المعوقات. الأهلي والاتحاد حكاية جميلة وعريقة على صعيد كرة القدم الليبية. إذا نبقى في انتظار هذه المباراة الكبيرة
مباراة أكيد تأتي في جولة هامة، قلنا مباراة اليوم تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في جولة هامة لا تحتمل الأخطاء والعثرات ولا تقبل التفريط في النقاط. كل فريق يرفع اليوم شعار الفوز وحصد النقاط الثلاث. مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، لقاء الأنداد بين الأهلي والاتحاد. أكيد إهدار النقاط في مباراة اليوم لأي من الفريقين تعني الابتعاد عن المنافسة وفقدان الحظوظ. باختصار جولة اليوم ولقاء اليوم لقاء الحسابات الدقيقة. إذا نبقى في انتظار صافرة البداية، حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل واللمسات الأخيرة قبل انطلاق صافرة البداية. الأهلي بألوانه الحمراء والاتحاد بألوانه الزرقاء استثنائيا بالنسبة للقاء اليوم، لقاء ليجمع الشباب الوطن الواحد وأصحاب الغيرات الواحدة بين الأهلي والاتحاد. الأجواء رائعة وفي انتظار مباراة كبيرة تليق بقيمة هذه المباراة. الاتحاد اللي يدخل لقاء اليوم بخمس نقاط من فوز وتعادلين ويتصدر رباعي التتويج حتى الآن، والأهلي أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة. إذن في انتظار صافرة البداية على بركة الله ينطلق هذا اللقاء اللي أصبح مهرجان احتفالي بين الفريقين الكبيرين رغم أنه يحمل الطابع الرسمي. إذن انطلقت المباراة منذ لحظات بصافرة حكم اللقاء السيد عبد الله فضيل، والبداية لصالح فريق الاتحاد. نقلات بين لاعبو فريق الاتحاد في هذه الدقائق ترجع وفي صافرة من حكم اللقاء. إذن خطة لصالح فريق الأهلي. هذا هو اللقاء الرابع للاتحاد المتصدر، وهذا هو اللقاء الرابع أيضا للأهلي أمام الإعادة. في دفع من الخلف والصافرة وخطأ لصالح فريق الأهلي. جبريل بقرماوي مبنى على الصورة ترجع في وسط الميدان لصالح فريق الاتحاد. ترجع من الصبو سريعة باتجاه المهاجمين لكن أقرب إليه جواد رزق حارس مرمى فريق الأهلي الموسم الثالث على التوالي، يدافع عن شباك فريق الأهلي باتجاه كراوع. أحمد كراوع هداف الفريق يتابع في طارق الجمل وفي صافرة من حكم اللقاء. متابعة دقيقة من حكم اللقاء، حاول يضع كل الأمور تحت السيطرة منذ انطلاق صافرة البداية. حوار قوي من خارج خطوط الملعب بين الفرنسي غارزيتو المدرب الثاني في مسيرة الاتحاد بعد تجربة مواطنه بيير لشانتير قبل ثلاث سنوات والمدرب ناصر الحضيري. هذه هي المواجهة الثالثة بين المدربين هذا الموسم. طارق الجمل في التنفيذ. قلنا الأهلي الاتحاد علاقة تاريخية لها جذورها، حرص مشترك ومسؤولية مشتركة على إنجاح المسابقة، هذا هو الشعار اللي يجمع الفريقين الكبيرين. كرة مرفوعة ترجع من جبريل بقرماوي تعود لمصعد فريق الاتحاد في هذه الدقائق، لكن تطول الكرة وتصبح تماس. تماس لصالح فريق الأهلي. وقلنا لقاءات الأهلي الاتحاد مضى على انطلاقها قرابة ست عقود، علاقة قديمة عريقة تتجدد ويتجدد شبابها كل موسم. حوار على مستوى منطقة وسط الميدان طريق عبدالله رفي يلعب كرة سريعة باتجاه النيجيري كوفري لكن المتابعة حاضرة من التربي والكرة تطول وتتحول إلى تماس. إذن هذه دقائق البداية، منافسة قوية اليوم على درب المنافسة على لقب بطولة الدوري الليبي لهذا الموسم من نصف رقم 45. كرة سريعة لكن ترجع، حاول كراوة غير مسارها لكن تتحول إلى ركلة مرمى لصالح فريق الاتحاد. ركلة مرمى وممنع على الصورة محمد الفرجاني. وقلنا هذا هو اللقاء الثالث رسميا بين الفريقين الكبيرين هذا الموسم، وهذه المواجهة الثالثة رسميا هذا الموسم بين الحضير وبين غارزيتو. الفرجاني يمنع على الصورة يرسل كرة سريعة ترجع من فاروقة يتابع حاول يرافق تحركات أحمد زوي
وصافرة وخطأ لمصلحة فريق الاتحاد. خطأ لصالح اللاعب لاعب فريق الاتحاد عبد العاطي العباسي. لما على الصورة عبد المعين خماش في التنفيذ. حوار بين حكم اللقاء وبين أحمد كراوة هداف فريق الأهلي هذا الموسم بتسعة أهداف. كرة مرفوعة أو تتغير اتجاهها من ناحية جهة المصري المهدي حاول يتقدم توصل للكرة من جديد يتقدم المهدي من جديد حاول يتوغل لكن ماذا يقول حكم اللقاء؟ يقول ركنية. إذا ركنية لصالح فريق الاتحاد. أمامنا اللقطة الماضية حوار كان بين المصري مهدي المصري لاعب فريق الاتحاد ومدافع فريق الأهلي سعيد النايلي. كرة مرفوعة من الركنية ترجع من كراوة يترجع المساندة تعود من جديد لصالح فريق الاتحاد لكن التغطية حاضرة من خضار فريق الأهلي يعكس الهجوم بشكل سريع باتجاه انطلاقة النيجيري كوفري لكن متابعة ويخطئ تعود لكوفري من جديد وفرصة فرصة لكن محمد الفرجاني كان قارئ لهذه اللقطة حاول يقتنصها النيجيري كوفري أول محاولة لصالح فريق الأهلي في هذه الدقائق هجوم سريع لصالح فريق الاتحاد عن طريق الغاني كوامي لكن تدخل كان من جانب اللاعب سعيد النايلي أمامنا على الصورة. حوار قوي بدأ منذ انطلاقة صافرة البداية شوف الحوار اللي كان بين الغاني كوامي وبين سعيد النايلي مدافع الأيسر لفريق الأهلي. خطأ لصالح فريق الاتحاد في هذه الدقائق. المباراة بدأت سريعة إذا الحوار بالحكم اللقاء السيد عبد الله فضيل وجبريل بقرماوي والبوركيني فاروق وهذه عادة اللقطة الماضية الحوار اللي كان بين الغاني كوامي ومدافع الأهلي الصاعد سعيد النايلي. خطأ لصالح فريق الاتحاد في التنفيذ بالريش عبد العزيز بالريش أمامنا على الصورة يلعب كرة عبد العزيز ترجع من جديد لكن الصافرة والخطأ لصالح جواد رزق حارس مرمى فريق الأهلي. أمامنا جواد رزق حارس مرمى فريق الأهلي. أمامنا إعادة مرة أخرى الكرة الثابتة اللي رفعها اللاعب عبد العزيز بالريش لكن الكرة غادرت واحتسب خطأ لصالح جواد رزق. تعود الكرة من جديد لصالح فريق الأهلي في وسط الميدان. خطأ في التمرير تعود للعباسي سريعة باتجاه من في حوار بين النايلي وبين بريش لكن تفوق للنايلي في هذه اللقطة. العرفي عبد الله حكم اللقاء يعطي الأسبقية لصالح فريق الأهلي لكن تعود من جديد وعلي ماتوب يرجع الكرة لحارس مرماه جواد رزق. جواد هجوم سريع لصالح فريق الأهلي كراوع كراوع لكن طارق الجمل وفي صافرة أيضا من حكم اللقاء يشير فيها لخطأ لصالح المدافع طارق الجمل. أمامنا حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل حاول يكون قريب من كل الكرة واللقطات كما هو الحال في اللقطة الماضية. نشوف الحوار اللي كان بين أحمد كراوع هداف فريق الأهلي وطارق الجمل مدافع فريق الاتحاد. لا أهداف حتى الآن في هذه القمة الكروية الكبيرة قمة الأهلي الاتحاد. محمد الفرجاني مبنى على الصورة وهذه عادة اللقطة الماضية الحوار اللي كان بين أحمد كراوع هداف فريق الأهلي وطارق الجمل وهذا حوار بين سنوسي الحبيب الحكم الرابع وأيمن توفيق إسماعيل مشرف فريق الاتحاد. تعود الكرة مجددا لصالح فريق الاتحاد محاولة مرور تمريرات النادي المصري يلعب كرة مرفوعة باتجاه من أكثر من لاعب زوي ومحاولة لفريق الاتحاد من جديد لكن ترجع مرة أخرى عن طريق زوي ويبقى الخطر قائم فرصة لكن جواد في اللحظة الأخيرة يتدخل وينقذ مرماه من هذه اللقطة الماضية. فرصة أتيحت لفريق الاتحاد منذ لحظات تبقى الكرة بين أقدام لاعب فريق الاتحاد في هذه الدقائق. قلنا مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات
وكل فريق يطمح في حصد الثلاث نقاط لمواصلة الطريقة نحو المنافسة على لقب بطولة الدوري الليبي لهذا الموسم. تمريرات لصالح فريق الأهلي في وسط الميدان، ترجع من جديد، تعود الأهلي صالح فريق الاتحاد مرة أخرى، والكرة تغادر إلى التماس. تماس لصالح فريق الاتحاد، شوفوا إعادة اللقطة الماضية، الخطأ اللي كاد أن يقع فيه جبريل البقرماوي تحت أنظار حركة أحمد زوي، لكن جواد تدخل في آخر لحظات. جواد رزق، تعود الكرة الآن لصالح فريق الاتحاد، كرة سريعة، هجوم سريع لصالح فريق الاتحاد، فرصة لصالح فريق الاتحاد، محاولة تمرير لكن التغطية حاضرة في آخر لحظات، تدخل كان في الوقت المناسب من خضار فريق الأهلي. كوفري لكن التغطية من أحمد التربي، تعود الكرة إلى تماس. مواجهات الأهلي وضيف الاتحاد اللي قلنا بدأت بصورة ودية قبل أن تبدأ بصورة رسمية، بدأت أولى المواجهات الكروية الرسمية منذ النسخة الخامسة دور المملكة دور ليبيا العام موسم 68-69، بدأت أولى اللقاءات الرسمية، لكن قبل أن انطلقت اللقاءات بشكل ودي في عام 56. هذا يعكس حجم العلاقات التاريخية اللي تجمع الفريقين الكبيرين اللي لها جذورها في الرياضة الليبية. جبريل بقرماوي يلعب كرة سريعة، هجوم سريع، يقود أكراوة أمام انطلاقة النيجيري كوفري، لكن النيجيري كوفري كان متسلل. حاولات لفريق الأهلي أمامنا من سعد الثاني اللي ضبط حركة النيجيري كوفري. شوفوا إعادة للقطة الماضية، دائما في الإعادة إفادة لنا ولكل السادة المشاهدين. إذا لقاءات الأهلي الاتحاد، لقاءات مضى ومر عن انطلاقها أكثر من 6 عقود، قلنا عمر هذه اللقاءات، كثير من النجوم والأجيال والذكريات اللي مرت من هنا عبر هذه المواعيد الكبيرة اللي جمعت الفريقين الكبيرين الأهلي والاتحاد. صافرة وخطأ لصالح فريق الأهلي. عبد الله رفي يلعب كرة سريعة لكن الكرة تطول، تتحول إلى تماس، تماس لصالح فريق الاتحاد. لا أهداف حتى الآن في هذه القمة الكروية الكبيرة، قمة الأهلي الاتحاد، وهذا ناصر الحضيري مدرب فريق الأهلي. حوار اليوم قوي بينه وبين الفرنسي دياغو غارزيتو، وهذه دكة بودلاء فريق الأهلي، كل يترقب ويتابع المشهد من قريب. وقلنا أجواء رائعة سبقت المباراة، وأكيد ستنعكس بصورة إيجابية على كل الأمور فوق أرضية الميدان. وهذا توفيق إسماعيل مشرف فريق الأهلي، وإلى جانب الفرنسي دياغو غارزيتو مدرب الفرنسي. إذن خطأ لصالح فريق الأهلي، كرة ملعوبة لكن ترجع من المقص مصبو، تدخل من التربي، أكد إبعادها المهدي البصري، لكن ترجع من جديد لصالح فريق الاتحاد مرة أخرى. بوريش حاول يتابع لكن التغطية من طارق الجمل، تدخل من طارق الجمل، يتقدم لمساندة طارق الجمل، لكن تطول الكرة تعود لعلي معتوق. سلامات لكل اللاعبين. شوفوا الإعادة من جديد، اللقطة الماضية حوار كان قوي بعض الشيء. سلامات لكل اللاعبين، أكيد سلامة اللاعبين تهمنا جميعا. هذه إعادة مرة أخرى، قلنا قمة اليوم تحمل الرقم 45 في تاريخ مواجهات الفريقين العريقين، 44 مباراة رسمية جمعت الفريقين الكبيرين على مستوى بطولة الدوري الليبي لكرة القدم. أولى المباريات الرسمية بين الفريقين كانت في دوري ليبيا العام موسم 68-69، فاز فريق الاتحاد بنتيجة 3-2 في أولى اللقاءات في هذا الموسم اللي شاهد تنافس قوي على اللقب بين الفريقين الكبيرين.
وطوش وقتها فريق الاتحاد باللقب بفارق نقطة أقل عن ملاحقه المباشر فريق الأهلي اللي حل وصيفة لبطل الموسم. وكان الحوار قوي في تلك المواجهة بين مدرب فريق الاتحاد وقتها علي السنتوتي ومدرب فريق الأهلي الإنجليزي وقتها تومسون اللي كان أول مدرب من خارج ملعبنا المحلية يقود الأهلي اللي استعان في بالمدرسة الإنجليزية أنذاك. بينما كان أول فوز لفريق الأهلي على فريق الاتحاد في دوري الجمهورية موسم 71-72 وفاز فريق الأهلي وقتها 1-0 وهو الموسم اللي توج به فريق الأهلي باللقب الثاني في تاريخه بقيادة المدرب المصري الراحل محمد عبده صالح الوحش اللي كان أول مدرب من خارج الملاعب الليبية يتوج كمدرب ببطولة الدوري الليبي وقاد فريق الأهلي لبطولتين مستحقتين في مواسم السبعينيات. بينما كان آخر فوز للأهلي على فريق الاتحاد في موسم 2008-2009 على أرضية هذا الملعب انتهى اللقاء 1-0 للأهلي هدف الغيني إبراهيم الخليل. وآخر فوز للاتحاد في مباراة الذهاب قلنا هذا الموسم كان في مربع التتويج الحالي 2-1. بينما آخر لقاء رسمي بين الفريقين وقيم على أرضية هذا الملعب كان في موسم 2010-2011 وانتهى بالتعادل 1-1 هدف عادل الشاعري للأهلي وهدف التعديل لأحمد سوي للاتحاد. إذن هذه حبينا نستعيد بعض الذكريات الجميلة اللي تجمع الفريقين الكبيرين وننعش الذاكرة بما لدينا من بعض الذكريات الجميلة في تاريخ مواجهات الفريقين الكبيرين. القمة رقم 45 اليوم اللي تجمع أصحاب الغيانات الواحدة الأهلي الاتحاد وحتى الآن لا أهداف في هذه القمة الصيام عن إحراز الأهداف حتى الآن. نتمنى أن نشاهد الأهداف في هذه المباراة الاحتفالية سواء كان هنا أم هناك. أهمية اللقاء أكيد ستجعلنا نتفاعل بمشاهدة أهداف أيضا في لقاء اليوم سواء كانت لهذا الفريق أو ذاك. هذا ما عودنا عليه الأهلي والاتحاد اللي نادرا ما انتهت لقاءاتهم بالتعادل السلبي دائما الأهداف لا حضور. إذن خطأ لصالح فريق الأهلي في هذه اللقطة لصالح اللاعب سعيد النايلي مدافع الأيسر حاول ينطلق للمساندة. شوفوا الحوار اللي كان بين سعيد النايلي وبين مدافع فريق الاتحاد عبد العزيز بريش أمامنا على الصورة. الآن إبراهيم بودبوس في تنفيذ الخطأ يلعب كرة داخل منطقة العمليات ارتقاء من أكثر من لاعب لكن الكرة ترجع من جديد لصالح فريق الاتحاد والتغطية وتدخل من أو لصالح فريق الأهلي كما تقول إشارة المساعد الثاني. شوفوا الإعادة حوار كان بين أحمد كراوع وبين اللاعب اللي أمامنا على الصورة فريق الاتحاد المهدي المصري. شوفوه أمامنا على الصورة واقف أمام اللاعب أحمد كراوع. في انتظار تنفيذ الخطأ لصالح فريق الأهلي تم رفع الكرة لكن تتغير مسارها وفي صافرة من حكم اللقاء عبد الله فضيل. صافرة من حكم اللقاء يحاول قلنا السيد عبد الله فضيل أنه يكون قريب دائما من كل الكرات. شوفوا إعادة من جديد للقطة الماضية شوفوا الكرة إذا لا أهداف حتى الآن في لقاء الأهلي الاتحاد. أمامنا أحمد زوي قائد تشكيل فريق الاتحاد وأمامنا عبد المنعم أو عبد المعين خماش. شوفوا إعادة للقطة الماضية حوار اللي كان تدخل كان جبريل بقرماوي كان في دفع قوي على اللاعب معتصم بالله صبو في اللقطة الماضية استلف الحوار وخطأ لصالح فريق الاتحاد تم لعب الكرة السريعة ترجع من جديد لصالح فريق الاتحاد مرة أخرى لكن ترجع من جديد لصالح فريق الأهلي. عبد الله عرف يقود هجمة سريعة باتجاه أحمد كراوع لكن طارق الجمل يعيد الكرة لحارس مرماها الفرجاني اللي يلعب كرة سريعة. محمد الفرجاني مبدع على الصورة حارس مرمى فريق الاتحاد وتماس في التنفيذ سعيد النايلي. سعيد النايلي
النايلي نفذ الجانبية، حاول كراوة أن يعيد الكرة لكن تصدم بالتربي وتتحول إلى ركنية لصالح فريق الأهلي. إذا الركنية لصالح فريق الأهلي، محاولات مستمرة من كلا الفريقين ولا أهداف حتى الآن في هذه القمة الكروية الكبيرة، قمة الأهلي الاتحاد. كرة مرفوعة من جديد، يتابع خماج لكن تدخل من جديد لصالح كوامي، حاول يلعب كورته لكن ترجع منه، نقلت باللعب فريق الاتحاد عن طريق كراوة لكن في صافرة من حكم اللقاء، صافرة من حكم اللقاء وخطأ على اللاعب أحمد كراوة. خطأ كان على اللاعب أحمد كراوة. شوفوا التبادل الكرة كان بينه وبين كوفري لكن في تدخل كان من أحمد كراوة. الفرجاني محمد حارس مرمى فريق الاتحاد يرسل كرة سريعة، الزوي غير مسار الكرة لكن سهلة، يستفيد منها جواد. شفناش حتى الآن أي هجمات حقيقية أو تهديد حقيقي على المرميين. طارق الجمل ترجع للكرة من جديد، تبادل الكرة باللعب فريق الاتحاد لكن تعود والتغطية لإمام بن الله صبو، يلعب كرة سريعة باتجاه جواد. جبريل بقرماوي غير مسار اللعب باتجاه علي معتوق، حاول ينطلق من هناك علي معتوق لكن لا يجد أي مساحات، تعود الكرة سريعة عكسية لصالح فريق الاتحاد من جديد. كراوة ما يتمكنش من اللحاق بالكرة، تتحول إلى تماس. أمامنا هداف فريق الأهلي أحمد كراوة، وأمامنا السيد دييغو غارزيتو مدرب فريق الاتحاد، وهذا طارق الجمل يلعب التماس سريعة، كرة تغادر إلى تماس من جديد. تبقى الكرة لصالح فريق الاتحاد. طارق باتجاه كوامي حاول يمر، حوار كان بينه وبين فاروقة، حوار أفريقي بين كوامي وبين فاروقة تحت أنظار المدرب ناصر الحضيري اللي قاد فريق الأهلي هذا الموسم في 20 مباراة. مباراة اليوم تحمل رقم 21 بالنسبة لفريق الأهلي تحت قيادة المدرب ناصر الحضيري هذا الموسم. في مواجهة السيد غارزيتو اللي قاد فريق الاتحاد في 23 مباراة، ويقود غارزيتو فريق الاتحاد اليوم في المباراة رقم 24 على وجهتي الدوري والكاس وأيضا حتى المشاركة الأفريقية اللي سبق أن شارك فيها فريق الاتحاد هذا الموسم. لأن كل مدرب أكيد يعرف تماما قدرات وإمكانيات لاعبيه واستعد بما يكفي لهذه المواجهة الكبيرة الحاسمة، المباراة اللي قد لا تقبل بأنصاف الحلول. كل فريق يطمح في حصد النقاط الثلاث. أمام الحوار اللي كان بين سند الشوشان، خطأ لمصلحة سند الشوشان لاعب فريق الأهلي في اللقطة الماضية، شفنا الإعادة. نقلات لاعب فريق الأهلي، حاول ترفع الكرة من هناك، كرة ملعوبة وتتخطى الجميع لكن التغطية حاضرة من الجمل. خلاص تعال تعال مجموعة لتو تعود الكرة من جديد لصالح فريق الأهلي، حاول يعيد الكرة من جديد لكن ترجع على مستوى منطقة وسط الميدان. تدخل وصافرة من حكم اللقاء، تدخل كان قوي بعض الشيء تحت أنظار حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل. شوفوا الحوار اللي كان قوي بين بوريش وبين سفيان، سفيان بن عمران. روح الرياضية حاضرة اليوم رغم قيمة وأهمية اللقاء وأهمية النقاط الثلاث. عبد الله عرفي أمامنا على الصورة، عبد الله عرفي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء لكن تتخطى الجميع وتتحول إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح فريق الاتحاد.
تجاوزنا منتصف الشوط الأول ولا أهداف في لقاء الأهلي الاتحاد. في المواعيد النهائية الحاسمة كل فريق سبق أن توج بلقب على حساب الفريق الآخر. أول موعد نهائي بين الفريقين كان في موسم 91-91 ملعب بصراتة، وقيم النهائي على مستوى بطولة الدوري الليبي، وفاز وقتها فريق الاتحاد 1-0. وأيضا كان هناك نهائي شهير جمع الفريقين الكبيرين في نهاية بطولة كأس ليبيا عام 1988 بملعب سبها، وحسمه فريق الأهلي اللي توج ببطولة كأس ليبيا على حساب الاتحاد بركلات الترجيح. إذن كما أشرنا كل فريق توج باللقب على حساب الفريق الآخر. شاهدنا خطأ منذ لحظات لصالح فريق الاتحاد، خطأ كان على المهاجم أحمد الزوي. شوف الحوار كان قوي بين جبريل بقرماء وأحمد الزوي. أحمد الزوي هداف فريق الاتحاد بتسع أهداف، وايضا فريق الاهلي يقوده احمد كراوع اليوم اللي يملك بنفس الرصيد من الاهداف 9 اهداف. اذا مباراه داخل مباراه سباق الهدافين اليوم بين احمد واحمد. احمد كراوع هداف الاهلي ب 9 اهداف، واحمد زوي هداف الاتحاد ب 9 اهداف. اذا عبد المعين خماج ينفذ الكره لكن في صافره من حكم اللقاء عبد الله الفضيل. شوفوا إعادة اللقطة الماضية، كرة عبد المعين خماج. إذن دائما في الإعادة إفادة لنا ولكل السادة المشاهدين. كل الزملاء يحاولوا يقربوا كل الصور واللقطات أمام السادة المشاهدين. تعود الكرة لعبد الله رفي، بالريش يقوم بالتغطية، ارتقاء بالرأس من أكثر من لاعب. المهدي المصري يتبادل كرة مع صبو. المصري حافظ على كورته ويتقدم، يتقدم يلعب كورته سريعة. أحمد الزوي لكن التغطية حاضرة من سعيد النايلي أمام طارق الجمل. دفع الأيمن لفريق الاتحاد اللي سبق لها انقضى مواسم رائعة مع فريق الأهلي برفقة زميله أحمد الزوي، كان ابرزها في عام 2014 عندما شاركا طارق الجمل واحمد زوي في وصول وتاهل فريق الاهلي لدور المجموعتين في دوري ابطال افريقيا. سعيد النايلي في تنفيذ الجانبيه، ترجع من بريش احمد زوي، حاول السيطره على كورته، يستفيد منها جبريل بقرماوي. جبريل يتبادل كورته مع سفيان. علي معتوق من هناك باتجاه بودبوس، كرة غادر جانبية لصالح فريق الأهلي. علي معتوق أمامنا على الصورة، حكم اللقاء يشير إلى خطأ لصالح علي معتوق، يتم التنفيذ مباشرة لمصلحة فريق الأهلي في هذه الدقائق. كرة سريعة وحاول التقدم بالكرة من عبد الله عرفي لكن ما يتمكنش، تعود لصالح فريق الاتحاد عن طريق العباسي. هجوم سريع لصالح فريق الاتحاد يقود أحمد زوي. أحمد زوي يلعب كرة بشكل ممتاز وحاول تلحق الكرة، فعلا يلحق بالكرة العباسي وكرة ملعوبة لكن ترجع من البقرماوي. يبقى الخطأ القائم لصالح فريق الاتحاد لكن تعود من جديد، وصافرة وخطأ لصالح فريق الأهلي. صافرة وخطأ لصالح فريق الأهلي. كان حكم اللقاء يحاول أن يكون قريب من كل اللقطات كما هو الحال في اللقطة الماضية. إذن سلامات لاعب فريق الأهلي لاعب عبد الله العرفي، وأمامنا جواد رزق اللي يدافع عن شباك فريق الأهلي للموسم الثالث على التوالي. شوفوا إعادة اللقطة الماضية. ترجع الكرة من كوفري، تعود من خماج. المصري المهدي في وسط الملعب، الريش يلعبها سريعة لكن بالعنوان، أقرب إليها حارس المرمى جواد.
سفيان بن عمران. تبادل كورته مع البوركيني فاروق نور الدين. ترجع من المهدي المصري بودبوس. بودبوس يحاول يسيطر على كورته ما يتمكنش. تعود لعلي معتوق حكم اللقاء والمساعد الثاني يشير الى تماس لصالح فريق الاهلي. علي معتوق في التنفيذ. ترجع تماس مرة أخرى لصالح فريق الأهلي. قلنا المحاولات مستمرة من كلا الفريقين ولا أهداف حتى الآن في هذه القمة الكروية الكبيرة. لقاء الأنداد بين الأهلي والاتحاد في واحدة من أهم جولات على صعيد مربع التتويج بلقب بطولة الدوري الليبي لهذا الموسم. جواد في كرة سريعة باتجاه كراوة لكن الأقرب إليه طارق الجمل. يبعد الخطأ عن مرماه طارق والكرة تغادر رويدا رويدا إلى التماس من جديد. طارق الجمل بريش ترجع الكرة. أحمد كراوة تبع فيها أكثر من لاعب لكن تصبح الكرة في التماس. في التنفيذ سعيد النايلي. عبد الله العرفي هو الصافرة والخطأ لصالح اللاعب عبد الله العرفي. كان حوار بينه وبين اللاعب عبد العاطي العباسي. عبد الله العرفي في التنفيذ. واكيد حوار على مستوى الضربات الرأسية بين المدافعين والمهاجمين في هذه الكرة. كرة اللاعب عبد الله العرفي صنع العاب فريق الأهلي اللي يلعب كرة مباشرة لكن ترجع من التربي. قراءة جيدة لهذه التمريرة. ترجع لبريش يخرج الكرة بمناطقة بشكل ممتاز باتجاه عبد العاطي العباسي. العباسي والصافرة والخطأ لصالح اللاعب عبد العاطي العباسي. أكيد التفكير في النتيجة والتفكير في نقاط المباراة جاء على حساب الأداء. ما زلنا نطمح في أداء أفضل من جانب كلا الفريقين الأهلي والاتحاد في هذه القمة الكبيرة في تاريخ مواجهات الفريقين الكبيرين. خطأ في التمرير وتعود لكوفري. كوفري النيجيري كوفري يحاول يمر في المرة الأولى ويحاول يسدد. محاولة فردية كانت من لاعب النيجيري كوفري. حاول يتوغل ويقوم بالتسديد بمجهود فردي. استفاد من خطأ دفاعي بهذه الطريقة. أمامنا كوفري إيبونغ حاول يمر من أحمد التربي. مر في المرة الأولى وسدد كورته على نحو مفاجئ لكن بعيدة عن مرمى محمد الفرجاني. أمامنا النيجيري كوفري. محمد الفرجاني وهذه إعادة من زاوية أخرى لمحاولة النيجيري كوفري. محاولة فردية قام بها. حاول التسديد بشكل مباشر باتجاه المرمى لكن الكرة علت العارضة. تعود الكرة من جديد لصالح النيجيري كوفري لكن التدخل من أحمد التربي. سعيد النايلي كوفري بونغ الشوشان وعبد الله العرفي والنايلي وتمريرات بين اقدام لاعبو فريق الاهلي. جبريل بقرماوي تبادل كورته مع البوركيني فاروق نور الدين. فاروق باتجاه كراوة حاول تبادل كورته مع كوفري. كوفري حاول يحافظ على كورته لكن ضيع منه كره. تتحول باتجاه طلال فرحات في المره الاولى. هذا هجوم سريع. تدخل من جواد. تدخل ويلعب دور مدافع في اللقطة الماضية. تعود من طارق الجمل. من جديد كراوة يحاول يتقدم. يحاول التسديد من مسافة بعيدة. حاول كراوة أنه يجرب حظه في التسديد من مسافة بعيدة. لكن بلا عنوان. ضيع بالتالي كرة. أمامنا صاحب المحاولة. أحمد كراوة اللي قلنا في رصيدة 9 أهداف مع فريق الأهلي. فريق هذا الموسم. بين الرباعية سوبر هاتريك.
يتساوى في مجموع الأهداف مع هداف الاتحاد أحمد زوي. مباراة داخل مباراة اليوم بين أحمد زوي هداف الاتحاد بتسع أهداف وأحمد كراوع هداف الأهلي أيضا بتسع أهداف. المهدي المصري علي معتوب يخطف التمرير تتحول إلى تماس. تماس في التنفيذ المهدي المصري تعود الكرة من جديد لصالح فريق الاتحاد وفي هراية مرفوعة أمامنا مساعد الأول وأمامنا المدرب ناصر الحضيري الموسم الأول له مع فريق الأهلي نجح في قيادة الفريق بامتياز لهذه المرحلة وربع التتويج باللقب. فاروقة ترجع من طارق الجمل يتابع بالريش والكرة تغادر إلى تماس لصالح فريق الاتحاد في التنفيذ عبد العزيز بالريش. كان حوار بينه وبين سفيان بن عمران. طارق الجمل في التنفيذ الجانبية يلعب كرة باتجاه كوامي. كوامي يرجع بكرة طارق يلعب كرة داخل منطقة الجزاء لكن التغطية حاضرة تعود من جديد لصالح فريق الاتحاد. محاولة تسديد من بعيد لكن يستفيد منها جواد. محاولة تسديد حاول قام بها اللاعب طلال فرحات لكن سهلة بين أحضان جواد رزق. شوف المحاولة تسديد مسافة بعيدة. كل فريق يحاول يبحث عن حلول الوصول للشباك وهذه محاولة لصالح فريق الأهلي. يتابع كراوع لكن الصب هو الأقرب يستفيد منها صب. تعود الكرة لصالح فريق الاتحاد كرة سريعة باتجاه المهاجمين. كوامي وزوي كوامي سيطر على كورتا يحاول يلعبها باتجاه بالريش لكن ما يتمكنش يستفيد منها عبد الله العرفي اللي يعكس الهجوم لصالح فريق الأهلي لكن محمد الفرجاني. محمد الفرجاني حارس مرمى فريق الاتحاد شوفوا إعادة اللقطة الماضية حاولت اللاعب الغاني كوامي اللقطة الماضية لاعب فريق الاتحاد قبل جواد رزق التعادل السلبي بدون أهداف حتى الآن في هذه القمة الكروية الكبيرة قمة الأهلي الاتحاد اللي قلنا تأتي في جولة الحسابات الدقيقة في رحلة السباق والمنافسة على لقب بطولة الدوري الليبي لهذا الموسم بين الفريقين الكبيرين الأهلي والاتحاد. هذا هجوم سريع لصالح فريق الأهلي المتابعة من أكثر من لاعب لكن طارق الجمل يتابع كراوع الآن. كراوع يرجع بكورته لسفيان. سفيان يحافظ على كورته سفيان ويمر بشكل ممتاز لكن المتابعة والصافرة والخطأ لصالح عبد الله العرفي. خطأ لصالح اللاعب عبد الله العرفي. كان حوار بينه وبين العباسي وأمامنا مراقب المباراة السيد توفيق الضوي والحكم الرابع السلوس الحبيب. الكل يتابع ويترقب المشهد من قريب. كل الأمور تسير على ما يرام على أحسن ما يرام. أجواء رائعة فوق أرضية الميدان. إبراهيم بودبوس إبراهيم بودبوس في التنفيذ حاول يلعب كورته مباشرة لكن بعيدة جدا أمام صاحب المحاولة إبراهيم بودبوس أحد اللاعبين الشبان اللي دفع بهم فريق الأهلي هذا الموسم. فرجاني يلعب كرة سريعة بينه وبين المهدي المصري دفع الأيسر وجواد يخرج للاستفادة من هذه الكرة. جبريل بقرماوي يرجع بكرة لحارس مرمى علي ماتو تابع فيه كوامي لكن ترجع ويبقى الحوار قائم بين علي معتوق وبين الغاني كوامي. تعود الأهلي صالح فريق الاتحاد
طلال فرحات يلعب كورته، لكن جبريل بقرماوي تعود من جديد لصالح فريق الاتحاد. سفيان يتمكن، سفيان تعود لصالح فريق الاتحاد، والصافرة والخطأ لصالح فريق الاتحاد، صافرة وخطأ لصالح فريق الاتحاد في اللقطة الماضية. لاعب عبد المعين خماج، لاعب فريق الاتحاد، سلامات لعبد المعين خماج ولكل اللاعبين. شوفوا إعادة للقطة الماضية، سفيان بن عمران حاول وعبد المعين خماج اقتنص هذه الكرة، وكان في تدخل كما تقول إشارة وصافرة حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل. طلال فرحات أمامنا، وأحمد سوي وأكثر من لاعب. وهذا جواد رزق حاول وجه حائط الصد في هذه اللقطة، في أكثر من لاعب. انتظار صافرة حكم اللقاء، كرة ملعوبة ترجع من جديد، تعود لصالح فريق الاتحاد مرة أخرى، محاولة إعادة الكرة داخل منطقة العمليات، وصافرة من حكم اللقاء، وخطأ لصالح فريق الاتحاد، خطأ لصالح اللاعب عبد العاطي العباسي. كان حوار بينه وبين المدافع الأيسر لفريق الأهلي سعيد النايلي بهذه الطريقة، شوف الحوار أو بينه وبين الشوشان في المرة الأولى، ثم تدخل كان من سعيد النايلي مدافع الأيسر. إذن خطأ لصالح فريق الاتحاد، سلامات للاعب عبد العاطي العباسي، وممنع على الصورة عبد العزيز بالريش في تنفيذ هذا الخطأ. عبد العزيز بالريش في انتظار صافرة حكم اللقاء، يعطي الإذن في تنفيذ هذا الخطأ لصالح فريق الاتحاد في تنفيذ اللاعب عبد العزيز بالريش. بالريش يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، وترجع من جديد من البقرماوي، وحاول فريق الاتحاد، يبقى الخطر قائم، لكن التغطية حاضرة في آخر اللحظات، وأيضا هناك راية مرفوعة، محاولة خطرة لفريق الاتحاد، تدخل كان في الوقت المناسب من البقرماوي جبريل. شوف الكرة بهذه الطريقة بالريش، ورأسية كانت من المعتصم بالله صبو، شكلت خطورة على مرمى فريق الأهلي. وفي المرة الثانية تدخل كان من البوركيني فاروق وجبريل بقرماوي، محاولة خطرة شاهدناها منذ لحظات لصالح فريق الاتحاد. تعود الكرة لصالح فريق الأهلي الآن، طارق يترك الكرة لغاية ما تغادر إلى ركلة مرمى. شوفوا إعادة مرة أخرى، كانت المحاولة لباسم بالله صبو، وهذا أحمد الكراوة مهاجم فريق الأهلي شاهدناه في اللقطة الماضية، وهذا محمد الفرجاني حارس مرمى فريق الاتحاد. ما شفناش اختبارات حقيقية لكلا الحارسين، سواء كان لجواد رزق أم لمحمد الفرجاني، أعباء كبيرة يتحملها خط ظهر كل فريق سواء كان الأهلي أو الاتحاد في الذود عن المرمى والدفاع عن الشباك. هذه محاولة لصالح فريق الأهلي، يقودها كوفري حكم اللقاءات الأسبقية لصالح فريق الاتحاد، خرج كرة مناطقة بشكل ممتاز طلال فرحات، في صافر وخطأ لصالح اللاعب عبد العزيز بريش. كان حوار بينه وبين المدافع سعيد النايلي، وبكل روح رياضية حكم اللقاء عبد الله الفضيل. شوف إعادة اللقطة الماضية، الحوار اللي كان بين بريش وبين سعيد النايلي مدافع فريق الأهلي. طارق الجمل في التنفيذ، نحن على بعد دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية زمن الشوط الأول من قمة الأهلي الاتحاد، ولا أهداف حتى الآن. بريش من جديد، وكوامي حاول لكن جود، ارتقاء
كان جيد من جواد قبل وصول الغاني كوامي لهذه الكرة. ماتسن بالله صب يلعب كرة سريعة باتجاه المهدي المصري، تبادل كرات بين أكثر من لاعب، طلال فرحات والعباسي وخماج، تبقى الكرة لصالح فريق الاتحاد في هذه الدقائق. طارق يتقدم بالريش وتطوى الكرة وتعود بجديد لصالح فريق الاتحاد عن طريق العباسي، عباسي وخطأ لصالح اللاعب عبد العاطي العباسي. خطأ لصالح فريق الاتحاد، صالح اللاعب عبد العاطي العباسي. شوف الحوار شفناه منذ لحظات بينه وبين سعيد النايلي. طارق الجمل باتجاه زوي كوامي، لكن صافره وخطا لصالح فريق الاهلي. تم اللعب سريعا باتجاه الشوشان، سند الشوشان يلعب كورته سريعه، تدخل من اكثر من لاعب. العباسي حاول يحافظ على كورته، يبتعد بها ويتحصل على تماس، تماس لصالح فريق الاتحاد. ومن اللاعب العباسي شفناه منذ لحظات، والمهدي المصري في التنفيذ. المهدي المصري دافع الايسر لفريق الاتحاد، نفذ الجانبيه سريعه باتجاه طلال فرحات، لكن فيه صافره. اذا دقيقتان كوقت بدل ضايع، ويكتمل هذا الحوار في شوطه الاول. حوار الاهلي والاتحاد، لقاء الانداد بين الاهلي والاتحاد، ولا اهداف حتى الان، في انتظار نشاهد اثاره اكثر خلال دقائق الشوط الثاني بعد عوده اللاعبين من حجرات الراحه والاستراحه والتقاط الانفاس وبدء حوار المدربين غارسيتو ونصر الحضيري. اكيد هناك الكثير من الملاحظات والتوصيات اللي دونها كل مدرب عن مجريات الامور في الشوط الاول، في انتظار ان نشاهد اداء افضل خلال دقائق الشوط الثاني من هذه القمه الكرويه الكبيره. كوامي، كوامي يتقدم يلعب كورته، يحاول يتقدم كوامي، كوامي يقود هجمه سريعه لصالح فريق الاتحاد، يحاول يلعب كورته لكن تصدم باحد اللاعبين وتتحول الى ركنيه، ركنيه لصالح فريق الاتحاد. هجمه سريعه قادها اللاعب الغاني كوامي اللي امامنا على الصوره. اذا الركنيه في هذه الدقيقه الاخيره اللي تفصلنا عن عوده الجميع الى حجرات الراحه والاستراحه، ركنيه قد تكون الأخيرة في هذا الشوط الأول من قمة الأهلي الاتحاد، ولا أهداف حتى الآن. المهدي المصري في التنفيذ، المهدي يلعب كورته، ترجع من جديد، تعود من سند الشوشان، ترجع مرة أخرى لصالح فريق الاتحاد، نقلات بين أكثر من لاعب، تعود من جديد المصري وبريش، حاول يلعب كورته لكن تدخل من أحمد كراوة والصافرة من حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل. سفيان يلعب كرة مباشرة لصالح فريق الأهلي، كرة سريعة باتجاه النيجيري كوبري، يدخل في حوار مع صبو، يتفوق صبو في اللقطة الماضية، تعود لفريق الاتحاد. وفي هذه الآونة حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل يطلق صافرة نهاية دقائق الشوط الأول من لقاء الأهلي والاتحاد بتعادل الفريقين سلبيا من دون أهداف. ملتقانا يتجدد بعون الله عند انطلاق دقائق الشوط الثاني. حسين شاب مجتهد منظم أموره، كانت قصته مع الإنترنت حزينة، يستهلك في حصته الشهرية قبل ما يكمل الشهر. جاه صاحبه وقال له عندي ليك عروض أنليمتد لإنترنت فيها غير محدود. حسين فاهم وعارف الفرق كويس، هو صحيح الإنترنت غير محدود لكن سرعة وجودة الإنترنت تعتمد على عدة أشياء، أهمها أقصى وأقل سرعة تضمنها الشركة ونسبة المشاركة. مع الإل نت أنليمتد المشاركة ما تزيدش على 10 في أوقات الذروة. إل نت، إنترنت أفضل، إنترنت أسرع. Thank you.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد انتهاء الشوط الاول من قمه الاهلي بنغازي والاتحاد بالتعادل السلبي. هذه النتيجه اللي ممكن تريح الحكام رقم واحد، تريح يعني الكثير من العناصر اللي تخاف من اللوم كثيرا. شوط اول لا توجد به الا القليل من الفرص المحتشمه، يعني اكثر شيء ممكن شاهدناه في الشوط الاول هي صافره، او سمعناه في الشوط الاول هي صافره الحاكم عبد الله فضيل كابتن جمال خميس، قراءه للشوط الاول اللي يعني شن قدم فيه نادي الاهلي بنغازي وما قدم فيه نادي الاتحاد. الكلمه ليك تفضل. بالنسبه لاسم الفريقين، المباراه لم تفي بوعودها حقيقه. نعم. اللاعب كان محصور في وسط الملعب، زي ما قلت سمعنا صافرة الحكم أكثر من تمريرات اللاعبين، ما شفناش امتلاك الكرة من الفريقين في وسط الملعب. أنا أعتقد أن الضغط وقيمة المباراة أثر على اللاعبين، اللاعبين قاعدين تحت الضغط النفسي اللي ما خلهمش مرتاحين في اللعب. صحيح. اللي ما خلهمش يكونوا يحاولوا يلعبوا كرة قدم باش يقدموا مستويات وباش يخلقوا الفرص، حتى الفرص القليلة والنادرة وعلى استحياء اللي شفناها كانت من أخطاء ممكن من المدافعين يسلمها لمهاجم أو كرة طويلة في خلف المدافعين. ده. حقيقة الشوط الأول فنيا ما فيش من تكلموا عليه، الفريقين مضغوطين تحت ضغط نتيجة المباراة، كل واحد ما يبيش يخسر المباراة، ما يبيش يتحرر وما يبيش يقدم مستويات ويلعب الكرة الهجومية اللي تأهل أنه يفوز. أتمنى الشوط الثاني يكون أفضل، ما فيش فريق نقول لك تفوق على الفريق الآخر في الشوط الأول. صح. كان المستوى متقارب قريب على بعضه، فرصتين للاتحاد فرصة للأهلي بنغازي، لو كان فيها تحكم أكثر وكانت المهارة موجودة عند اللاعبين ممكن كان نشوفوا أهداف. وأنا أعتقد زي ما قلت في قبل المباراة، المباريات هذه تفصل بالتفاصيل الصغيرة، فاول، كورنر، أشياء اللي ممكن تدربوا عليها اللاعبين في التدريبات ويحققوا بها نتيجة. نعم. لأن أحيانا اللاعبين تحت الضغط الكبير هذا والضغط النفسي الكبير ما يقدروش يأدوا كرة قدم جميلة ممتعة، ولكن أحيانا المدرب يعرف الشوط الثاني يقوم ببعض التغييرات. شفنا في طريقة اللعب اليوم الاتحاد يلعب بدون جناح أيمن ويلعب بزوز مهاجمين. نعم. اللي هم زوي وكوامي، نفس الشيء الأهلي بنغازي يلعب بكوفري وكراوة، لكن في التدريب لا يعني كثرة المهاجمين انك انت حتلعب مهاجم. احيانا التوازن في خطوط الملعب، التوازن في وسط الملعب، التوازن في المدافعين، لا يعني انك انت مثلا تلعب بزوز مهاجمين انت خلاص اليوم تلعب مهاجم. جمال، هو اعتقد ان اغلب من يتابع في الرياضه المحليه متابع جيد للبطولات الاوروبيه، ونشوفه ممكن في بعض الانديه الكبرى واسماء الاولى في العالم احيانا تلعب بدون راس حربة نهائيا وتكون متسيد الملعب بالطول والعرض. معنا ايضا في التحليل على هذا الشوط الكابتن علي البشاري. كابتن علي البشاري، سيد جمال قال بأن الشوط الأول لم يفي بعهود كل من الأهلي بنغازي والاتحاد، لم تكون مباراة بمستوى وحجم اسم الناديين، لم ترتقي للمستوى الفني المطلوب كيف ما قال زميلي الكابتن جمال خميس. أكثر شيء كانت هي صافرة الحكم، يعني حوالي 15 فاول لصالح الأهلي، 12 فاول لصالح الاتحاد، الركنية لصالح الأهلي، ركنتين لصالح الاتحاد، فرصتين للأهلي، فرصتين للاتحاد ما هنش 100%، كذلك تسلل على الأهلي 2 الاتحاد 2، شوطين على المرمى بالنسبة للأهلي شوطة للاتحاد. يعني من خلال هالإحصائية هذه يعني نشاهد أن المباراة لم ترقي بالمستوى المطلوب، وكيف ما عارفين طبعا أو أحسن حاجة فيها هي الروح الرياضية اللي كانت سائدة خلال 45 دقيقة، ولكن حتى الآن كل فريق ما زال خايف من الآخر، كل فريق يعني نتيجة ممكن الضغط النفسي اللي عليه اللي ما حاولش اللاعبين يقدموا شيء اللي مطلوب. عارفين طبعا نحن وضعية الفريقين سواء الأهلي أو الاتحاد، أهمية المباراة لكل فريق، هذه الأشياء طبعا كانت يعني موجودة خلال الشوط الأول، ولكن نحن نقول إن شاء الله الشوط الثاني
نشاهدوا يعني انفتاح في اللعب، نشاهدوا يعني التمريرات، نشاهدوا تسديد على المرمى، اللمسه ما قبل الاخيره، الانفرادات، هذين كلهن طبعا الشوط الاول ما شفناهنش. دائما نحن نقولوا الشوط الاول شوط لاعبين، الشوط الثاني يعني شوط المدربين. نعم كابتن علي بشاري تكلم على نقطه سيد جمال، الا وهي ممكن صحيح حتى لو كان في اعتراضات، ولكن الاعتراضات مقبوله على حكم المباراه اللي اليوم شفنا الصافره نتاعها متواجده بكثره يعني، ولكن الى نوع ما نقولوا 45 دقيقه اولى كان فيها ممكن انضباط نفسي من ناحيه رده الفعل حول قرارات الحاكم من ناحيه من حيث اللاعبين يعني. فعلا هو اداء المباراه ساعد الحكم، تعرف انت المباراه لما تكون بهذا الشكل وما يكونش فيها فرص كثيره وما يكونش فيها تدخلات كبيره يساعد الحكم. الحكم ممكن يساعد ان معظم الفاولات كانت، نشوفوا هذه الهجمه بتاع الاهلي بنغازي. شوفوا انا الخطا، الكره كانت عند اللاعب الصبو صحيح، حاول يراوغ افتكها منها اللاعب، وكانت هجمه خطيره ممكن لو تصرف اللاعب كوفري لكن ممكن يسجل هدف صحيح. لكن على ندرتها الأهداف قليلة جدا حقيقة. نعم. ما توحيش بمستوى شو اللي يخلق الأهداف. كابتن جمال في كرة مشابهة هي في بداية المباراة كانت على عبد المعين الأخماش، يعني احتفاظ بالكرة في مكان غير مناسب وتم افتكاك الكرة، ولكن لم نشاهد استغلال لمت لها يعني. أحيانا اللاعبين تحت الضغط النفسي كبير هذا ويحاول يحتفظ بالكرة. إحنا لما نقول الفريق ما يلعب جيدا يعني التمرير من لمسة ولمستين، هذه كرة القدم الحديثة. صحيح. ماشي لاعبي الوسط يحدفته بالكرة ويجري بالكرة بعشرين وخمسة وعشرين متر، الآن الاستلام والتسليم في أسرع وفي أضيق المسافات هو اللي يجعل الفريق يتفوق على الفريق الآخر. في علم كرة القدم ما شفتهاش اليوم أنا هدف، الفريقين خايفين من بعض، الفريقين في كور عشوائية في وسط الملعب، ساعد اللعب هدايا الحاكم المرمى حاكم المباراة انه هو يقود المباراة بكل سهولة ويصفر على ادنى الفاولز وادنى الاخطاء. اتمنى الشوط الثاني الفريق اللي بيفوز بطولة يجب ان يغامر وان يجازف باش يفوز بالبطولة. نعم. يجب تغييرات في خط الهجوم، تغييرات في وسط الملعب، الدفع ممكن بأجنحة، اللعب الآن على الأجنحة هو اللي يعطي الأفضلية. شفنا الأهلي بنغازي يلعب بزوز مهاجمين، شفنا اتحاد في غياب الطبال في الجناح الأيمن. نعم. قوامي مع زوي قلبي هجوم مع وجود المهدي المصري في جهة اليسار، ولكن أعتقد يجب المدرب يجد الحلول. إحنا نتكلم الآن على المستوى، شفنا لا. المستوى من خلال الشوط الأول. كابتن جمال اللمسة والاثنين وصناعة اللعب وكن أفضل ما موجود أرضية الملعب هو عبد الله العرفي، يعني عبد الله العرفي لاعب يعني يمتاز بالبعد النظر في الملعب، يعني يعرف كيف يضع الكرة أمام المهاجمين، يعرف كيف يلعب الكرة في الضيق، يعرف كيف يلعب الونتو، لاعب مهاري. لكن اليوم عبد الله العرفي اللي شاهدناه في أغلب مباريات الأهلي بنغازي طيلة هذا الموسم هو كان مفتاح الفوز، هو كان محور اللعب. لكن نعم. لكن لعب بطريقة زي اللي شفناه اليوم، الكرة المتقطعة، الكرة العالية، والكرة اللي ما ركحتش على وسط الملعب، الكرة اللي ما تمررتش في الرجل، الكرة اللي ما تمررتش على اللاعبين ودارت على اللاعبين، من الاستحالة مهما يكون قيمة اللاعب في اللعب العشوائي هذا من المدافعين للمهاجمين من المدافعين للمهاجمين، لن تشاهد لاعب مثل بقيمة عبد الله العرفي يعتمد على المهارة، يعتمد على التمرير، يعتمد على التصرف السريع. أي فريق بيفوز بمباراة في كرة القدم يجب عنده الخطة البديلة. أنا لعبت الشوط الأول بتكتيك معين نبي نوصل بيه أنا كمدرب، إن أنا مثل الشوط الأول ما نخسرش أو ما نقبلش أهداف، لكن أنا ماشي في فكري إن أنا بنفوز بالمباراة. الشوط الثاني يجب عندك البي بلان او البلان بي باش تطبقه وباش يكون عندك لاعبين في بنك الاحتياط. مشكلتنا احنا في كابتن جمال شن رايك نسمع راي الكابتن علي البشاري الحين يتم تجهيز الاتصال به من الاخوه الزملاء، ونعرف مشكله الاهلي بنغازي يعني في الشوط الاول اليوم اكثر لانه اكيد اقرب لنادي الاهلي بنغازي. يعني انا نساندك في كلمه سيد جمال قلتها، الفريق اللي يبي بطوله ضروري ما يجازف، ضروري ما يبادر. الشوط الاول لعب يعني بتكتيك معين، لكن الشوط الثاني عندك في شيء اللي بنقوله يعني بكل يعني واقعيه. يعني خلينا نتكلم سيد جمال،
المستوى اللي بتلعب به في الدوري هو اللي ممكن 50% أو 70% حتلقاه مع بعض يعني تعزيزات للبطولات الأفريقية. المستوى اللي قاعدين نشوفه فيه راه ما يطمنش الجماهير الرياضية أن تشوف فرقها تمشي بعيد في البطولات الأفريقية، لأن نعرفوا أن أكثر يعني أكثر فرص للأربع الفرق اللي يلعبوا في دوري التتويج أنهم يمثلوا ليبيا في المسابقات في الموسم القادم. كابتن علي البشاري كان معنا في الاستماع الشوط الأول، يعني تكلمنا على عبد الله العرفي كمحور فريق كصانع ألعاب، يعني يعني انطلاقات الهجمات بداية الهجمات كان عبد الله العرفي يصنع في الفارق. عبد الله العرفي ما شاهدناه شيء في الشوط الأول، لم نشاهد كثرة ووفرة الهجمات للأهلي بنغازي في هذا الشوط. والله طبعا كيف ما قلنا نحن في البداية يعني الشوط الأول يعني ما شفناش أي لمحات يعني فنية من كلا الفريقين، وخاصة يعني من اللاعبين اللي كانوا بارزين سواء في خط وسط الاتحاد ولا في خط وسط فريق الأهلي. يعني طبعا الخط الوسطي يعتبر هو طبعا عمود الفقري للفريق، هو الممول الرئيسي للمهاجمين إلا باستثناء ممكن كرة أو كرتين سواء كانت للأهلي أو الاتحاد. كيف ما قلنا نحن ما زالت نفسية الرياضيين ما زالت يعني مشدودة، أحساب الرياضيين شفنا نحن الفاولات العشوائية، شفنا عدم التركيز في بعض التمريرات المهمة، ما شفناش تسديد على المرمى، شفنا كل فريق يحاول يلعب تكتيك معين، يحاول كل فريق أنه هو ما يخسرش الشوط الأول يطلع يعني متعادل، يعتبر هذا بالنسبة له يعني إنجاز كويس. كل فريق الآن درس الخصم من جميع النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية سواء، وشاف يعني كل مدرب سواء غرزيتيو أو ناصر الأحذيري شاف نقاط الضعف نقاط القوة سواء في الاتحاد أو العكس، ويحاول أن كل مدرب نقوله إن شاء الله الشوط الثاني يتغير أداء الفريقين من خلال يعني كسب الثقة في النفس. أنت كلاعب بعد ما تجيك الكرة عارف شنو تدير، مش معاك الكرة شنو تدير، هذين يعني عندك أنت واجبات دفاعية واجبات هجومية، ولكن للأسف يعني نتيجة اللعب الطويل والعشوائي ما شفناش يعني اللمحات الفنية إلا في ممكن موقف أو موقفين سواء الأهلي أو الاتحاد. يعني كابتن علي واقع الشوط الأول من ناحية الأهلي بنغازي كيف ممكن يبدله ويغير الواقع في الشوط الثاني، يعني يجعل يعني من شوط ثاني شوط يعني للأهلي بنغازي؟ كابتن ناصر الحداري والله طبعا الشوط الثاني نحن نقول دائما شوطنا مدربين، والحمد لله الآن الفريق يعني من ناحية الدفاعية يؤدي في أداء يعني جيد، كذلك من ناحية الهجومية ما زالت اللمسة ما قبل الأخيرة هذه اللي غايبة. صحيح نحن شفنا كوفي شفنا أكراوع يعني تحركاتهم كانت كويسة، بودابوس ما زال ما هوش في الفورمة المطلوبة، ولكن يعني كانت في بعض المحاولات لكراوع وكوفي ولكن الفنش هو اللي ما زال ما هوش موجود. كذلك يعني شفنا نحن يعني قوة فريق الاتحاد يعني في الخلف، يعني فريق يعني متمركز تمركز جيد سواء في الكور الهوائية أو الكور الجانبية سواء من اليمين أو الشمال، خط وسط يعني كويس يعني، ولكن طبعا المهاجمين ما زالوا ما أدوش الدور المطلوب، خاصة أحمد زوي شفناه يعني ما كانش يعني في المستوى المطلوب، ممكن نتيجة اللياقة البدنية. كذلك يعني البقرماوي وفاروق يعني كانوا يلعبوا عليه من تومان كويس، حاولوا أن يتصدوا لكل الهجمات والكور الطويلة. نعم شكرا لي كابتن علي. حنرجع بالسؤال لكابتن جمال خميس، يعني الشوط الأول يعني لم نكن يعني نتمنى أنه نشاهد كرة قدم مثل ما شاهدناه في الشوط الأول وشاهدناه في أغلب مباريات، يعني حتى نكون منصفين في الدوري التتويج، يعني وتكلمنا بكل تجرد يعني العاطفة بأن هذه المستويات اللي قاعدين نشاهدوا فيها ما تطمنش ولا تشجع الجماهير الرياضية إن حتشوف فرقها تقدم في بطولات أفريقية على مستوى عالي. كابتن جمال يعني المدرب غراتيسو يعني دائما ما عودنا ان يعني جيد وفطن في قراءه مجريات الشوط الاول والفرق المنافسه، ماذا تتوقع من هذا المدرب ان يغير حال الاتحاد في الشوط الثاني؟ انا حسب وجهه نظري ان يجب الاتحاد يلعب على الاطراف، يجب خروج احد المهاجمين سواء زوي او كوامي واللعب بالجريتلي في الجهه اليمنى او في الجهه اليسار، يجب أن يرجع لطريقة 3-4-3. إذا كان هو مصر بلعب 3 محور يجب أنهم يكونوا زوز مهاجمين، كوامي
وزوي أعتقد بنفس ستايل وبنفس الطريقة، أنت تحتاج للاعبين يلعبوا برجليهم أكثر لكي يصنعوا الفارق. الجريتلي في ناحية اليمين وخروج أحد المهاجمين أعتقد أحد الحلول لجرزيتو، لن يغير في خط الدفاع لأن زي ما عودنا جرزيتو جمال التربي الصبو هم محور الدفاع وهم صمام الأمام في الخلف. التغييرات حتكون في أحد قلبي الهجوم أو من ناحية اليسرى، ربما يطلع المهدي المصري ويكون الصاوي سماني، وناحية اليمين أو خروج أحد المهاجمين كوامي أو زوي للعب بالجريتلي كجناح أيمن. في المباريات اللي كل اللاعب ينحصر في وسط الملعب وتكون نعم. الأعصاب مشدودة، الحلول دائما تأتي من الأطراف. صحيح. أنا أعتقد مش هتغيب النقطة هذه على جارزيتو، ممكن يستغل الوضع هذا وتكون الحلول من الأطراف. بنفس الشيء اليوم أنا شفت ناصر الحضاري مختلف في المباريات، عمره ملعب بكراوع والمهاجم الأفريقي كوفري كان دائما يلعب أحد منهم كمهاجم صريح ويلعب بجناحين. اليوم لعب بزوز مهاجمين، يبدو أن الشوط الأول كان يوحي للاتحاد بأنه هو حيكون مهاجم وهو حيكون عنده زوز مهاجمين، ولكن زي قلت لك في البداية ليس كثرة مهاجمين تعني أنك تلعب مهاجم، أحيانا جناحين ومهاجم صريح تكون الخطورة أكثر وتكون فائدة الفريق أكثر. الفريقين حيتموا بتغييرات، لو كل مدرب يريد أن يفوز ومش ماشي مثلا لبنغازي أو الأهلي بنغازي يقول كان نحصل نقطة من الاتحاد أو الاتحاد، أنا أعتقد الاتحاد يرغب في الفوز والشوط الثاني حيكون لتغييرات كارزيتو، الأهلي بنغازي في ملعبه مش حيفرط يرغب في الفوز، ولو أراد ناصر الحضري يفوز عليه أن يغير طريقة اللعب ستنهي مباراة بالتعادل. من الآن أكد لك لو استمروا الفريقين بهذه طريقة اللعب وبهذا الأسلوب حتنتهي المباراة بالتعادل. كابتن جمال، يعني اليوم قاعدين يعني تفرح لما تشوف وفرة الهجمات، تفرح ممكن حتى أوقات تفرح بالأخطاء اللي موجودة في على أرضية الملعب، يعني باش تتكلم عليها لأن الأهداف نعرفها تجي عن طريق نتيجة الأخطاء، لكن اللعب السلبي اللي ممكن نتكلم عليه الكرات الهوائية، اللعب العشوائي يعني تشتهر به الكرة الأفريقية، يعني اللي ما نتمنوش نشاهدوه، خاصة ان احنا لما نتكلم على ملعب أرضية عشب صناعي، يعني دائما ما تلقى الرياضيين متاعنا يعني يمتازوا باللعب في الملاعب العشب الصناعي لأنهم الموهبة موجودة والمهارة موجودة، لكن تبتعد كثيرا عن المهارة وتفكر بس غير انك انت زي ما قلت سيد جمال تتهرب من المسؤولية، يعني ما يعني الحق شوط اول يعني خيب الظن. هنقول كلمة، اسلوب اللعب اللي تتكلم عليه واللي انت تتمناه كل فريق ليبي يلعب هذا يغص المدرب في لعيبته. ليه يمكن مدرب يؤمن باللعب الجميل وكرة القدم الممتعة ينصح مدافعين باللعب الامامي للمهاجمين؟ انا اعتقد ان اي مدرب يقوم بهذا هي ليس أسلوب لعب، هذا مباراة المهم ما نخسرش، المهم ما تكونش خطورة على مرمتي، أبعد الكرة بأي طريقة. في كرة القدم الآن، كرة القدم المنظمة اللي تبدأ من الخلف لمن المدافعين، من حارس المرمى المدافعين للاعب الوسط المهاجمين، لا. هذا الأسلوب أنت تغرسه في لعيبتي خلال التدريبات. صحيح. مش معقولة في يوم وليلة بتجي تعلمه، لكن مدرب يدرب في فريق 4 أو 5 شهور وما يغرسش فلسفة خاصة أو أسلوب لعب معين، أنا أعتقد أنه هو يهدي وهو كابتن جمال. خلينا نمشوا مع بعض لكابتن علي بشاري في استوديوهاتنا في قناة ليبيا الرياضية ببنغازي. كابتن علي البشاري، يعني نتكلم أنا والكابتن جمال على الكرة الجميلة، نتكلم على طمع المشاهدة والمتابعة الليبي اللي يعني إخراج أفضل ما لدي أفضل ما لدى اللاعبين الموجودين حاليا، خاصة وكونك أنت أحد النجوم اللي كتب اسمه يعني بأحرف ده في الكرة المحلية. كابتن علي، بماذا تنصح هذا الجيل؟ بماذا تنصح هذا الجيل اللي يطمع منه الكثير والكثير الجماهير الرياضية، يعني باش نشاهدوا الكرة اللي تليق بالمستوى الكرة الليبية؟ والله طبعا في الحقيقة سيد مهيمن إن الآن يعني الظروف يعني تغيرن 360 درجة، يعني كل شيء الآن أصبح سهل وسرس، يعني وخاصة الآن يعني كل الأندية وكل الفرق يعني تعتبر يعني ممكن نقدر نقوله نحن محترفة، كل الكماليات الآن متوفرة لكل اللاعبين سواء في النادي أو حتى في المنتخب، من خلال استجلاب المدربين الأكفاء، من خلال
انتقالات اللاعبين من خلال استجلاب اللاعبين الأجانب اللي نقولوا نحن إن شاء الله يضيفوا الشيء الإيجابي لكرتنا المحلية. كذلك المردود المادي أصبح يعني متوفر لكل اللاعبين، يعني كل الأمور يعني ميسرة لتقديم أفضل ما عندك أنت كرياضي سواء على مستوى النادي أو على مستوى المنتخب، يعني بعكس المراحل أو السابقة يعني كانت إمكانيات يعني المادية ممكن بسيطة، ما كانش يعني فيه لهذاك الاهتمام وما كانش فيه الاحتراف اللي نقوله نحن 100%، ولكن الآن يعني أصبح الاحتراف يعني مفتوح أمام كل الأندية. أصبح الآن الأندية يعني توجد بعض الأندية فيها استثمارات يعني كبيرة، عندها دخل كبير، تقدر أن هي توفر المناخ جيد للاعبين. ولكن كيف ما نعرف ونحن طبعا ما زالت عقلية الرياضي الليبي عقلية الاحترافية إلا من ناحية المادية بس ينظر لها، ولكن مش من ناحية أنه هو يطور نفسه بحيث أنه هو يواكب الكرة العربية والأفريقية. وشفنا نحن من خلال مشاركات الأندية والمنتخبات يعني كان أداء فرقنا ما هوش بالصورة المطلوبة. صحيح كابتن علي، يعني لخصوا كلام الكابتن علي كابتن جمال بأن الرياضي لو يركز ويحمد ربي على النعمة اللي موجودة أمامه اليوم، الظروف، المناخ اللي يوفروا يحاولوا يوفروا فيه يعني إدارات الأندية أو إدارات المنتخبات سواء كان الرياضي متميز ويصل للمنتخب، يعني يركز في مهنته أكيد ويعطيها حقها يعني بالعامية، أكيد حيجني أكثر ما هو جنيه حاليا يعني بمراحل كثيرة وعديدة، وممكن يكون مستقبله أفضل من أنه هو يوقف في المكان اللي وصل ليها كابتن جمال. كرتنا المحلية لو نتكلموا عليها يعني ومركزها بين يعني الدول المجاورة وعلى الصعيد القاري وعلى الصعيد العالمي تبي حلقات وتبي ممكن ناس أكثر كفاءة من شخصي يعني لتقديم أو طرح المشاكل ووضع الأيادي على مكامن الخلل بصورة حقيقية. الدور الرباعي يعني اليوم نتكلم عن مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد، الأول وصاحب المركز الثالث يعني منقصين المباراة كلا الفريقين، النصر دخل الخط المنافسة، الأهلي طرابلس أيضا إذا يعني استمرت المباراة بهذه النتيجة يكون لها يعني تبقى حظوظها يعني موجودة في المنافسة على اللقب الدولي. الحدود الآن حدود، احنا نتكلموا بين شوط وشوط ما نعرفوش نهاية نتيجة مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد، ولكن كل فريق يطمح بأن يكون له حدود ويتمنى أن يتعثر الفريق الآخر. إحنا الكلام جرنا على المستوى اللي شفناه الشوط الأول، جرنا على أساس أنه قلنا مش معقولة فريقين بمستوى كبير والاسم الكبير يقدموا مستوى الشوط الأول بهذه الطريقة. وهذا اللي جرنا كلام حتى على مستوى اللاعب الليبي وعقليته وكيف ما يتطورش. ولكن في الدوري الرباعي أنا قلت لك حتى لما تكون مدرب تفكر في نتيجة المباراة، يعني ما يعنيش هذا يلغي انك انت ما تلعبش وما تقدمش مستوى فعلا. قلت في البدايه المباراه هذه تفوز بها ولا تلعب بها، لكن لا يعني انك انت تقدم مستوى هزيل. بتفوز في خطه معينه تطبقها استاذ جمال، ضروري بتوصل للفوز، لم يعني لا اعتقد بدون اسلوب او طريقه لعب وبدون اسلوب معين انت تفرضه على لعيبتك ويقدموه في الملعب ليمكن ان تصل للبطولات ولا تصل للنتائج الجيده. الان نحن ننتظر الشوط الثاني ماذا سيفعل المدرب، شن حيديروا المدربين؟ لو المدربين استمروا على نفس الوضع يعني هم مقتنعين ان احنا نطلع بنتيجه التعادل ونقطه وهذه لن تفيد اي فريق، ممكن حتى الفريق اليوم يطلع بنقطة ما نعرفش النتائج، ما زالوا زوز مباريات. صحيح في فرق تانية تنافس فيك، خشت على الخط النصر عنده 5 نقاط فعلا حيكون منافس ليك، ولهذا نقولك من يريد أن يفوز بالبطولة من يريد أن يفوز بالبطولة عليه أن يربح سواء في ملعبه أو خارج الأرض، اللعب الهجومي، اللعب اللي يجيب النتائج، كرة القدم الحقيقية اللي أنت غرستها خلال 6 أو 7 شهور من التدريبات، يعني انت لك 7 أو 8 شهور ما شفناش فلسفه واضحه درفها في فريقك او اسلوب معين تفرض على لعيبتك باش تحقق نتائج. اعتقد اللعب العشوائي لن ياتي بنتيجه، هذه قناعتي الشخصيه يعني. لا يمكن ان تلعب عشوائي وتقول لي نحن نفوز، ربما الحظ في مباراه يوافقك، لكن
مش حيكون معك على طول. كابتن جمال، حننتظر الأسئلة الكثيرة، هل ستكون لها أجوبة في الشوط الثاني من مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد؟ لنتحدث بعد نهاية هذا الشوط على الكثير من النقاط. ننتقل للزميل صاحب الابتسامة الدائمة وصاحب الصوت العذب، الزميل زين العابدين بركان، إليك الكلمة لوصف أحداث الشوط الثاني من ملعب بنينة الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه دائما نستعين أعزائي المشاهدين مشاهدين الأوفياء لقناتكم ليبيا الرياضية، عودة جديدة لمتابعة أحداث الشوط الثاني من لقاء الاتحاد ومستضيف فريق الأهلي في هذه الأمسية الكروية الكبيرة. تابعنا الشوط الأول جميعا وقد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. شوط أول لم يفي بكل وعوده، شوط كان سلبي على صعيد النتيجة والأداء. ربما التفكير في نقاط المباراة وأهمية وتوقيت المباراة وتوقيت هذه الجولة الهامة، كل هذا جاء على حساب الأداء. ننتظر مشاهدة أداء أفضل وارتفاع لوتيرة ونسق الأداء في هذا الشوط الثاني والشوط الحاسم بين الفريقين ومن وراءهما المدربين حوار غارزيتو والحضيري. إذن لا تغيير ولا تحويل على صعيد تشكيل كلا الفريقين، كل مدرب جدد الثقة في نفس العناصر اللي بدأ بها اللقاء، وهذه محاولة أولى سريعة لفريق الأهلي عن طريق علي معتوق، لكن تصدم بالتربي وتعود اللعب من جديد. بداية سريعة في هذا الشوط لكلا الفريقين، هذه هجمة أخرى يقودها كوامي الغاني من جانب فريق الاتحاد، هجوم سريع لكوامي، كوامي حاول يمر في المرة الأولى، كوامي لكن التغطية حاضرة كانت من خضار فريق الأهلي. إذن بداية سريعة بمحاولة سريعة قادها علي معتوق من جانب الأهلي، وأخرى سريعة من جانب الاتحاد قادها الغاني كوامي، وهذا يجعلنا نتفائل ونطمح بمشاهدة شوط ثاني يليق بقيمة الفريقين الكبيرين بعد ما شاهدنا شوط أول سلبي على صعيد النتيجة وكذلك الأداء. نستفيد من هذا التوقف لنستعرض ويا السادة المشاهدين تشكيل كلا الفريقين، وهذه إعادة اللقطة الأخيرة السريعة اللي قادها الغاني كوامي اللي مر في المرة الأولى من البقرماوي، وكان تدخل من جانب خضار فريق الأهلي في اللحظات الأخيرة. إذن فريق الاتحاد يدخل هذا الشوط الثاني ولقاء بمحمد الفرجاني اللي حرس المرمى، المهدي المصري، معتصم بالله صب، وأحمد تربي، طارق الجمل، ورباعي خط الظهر، ثم عبد المعين خماج، عبد العاطي العباسي، طالع الفرحات، عبد العزيز بالريج، وفي المقدمة كوامي الغاني وأحمد زوي. بدلاء فريق الاتحاد في لقاء اليوم معاد المنصوري حارس مرمى، السماني الصاوي، مؤيد لقريتلي، عمران سالم، ناجي درا، زكريا اللافي، والسنغالي أنداي. بالنسبة لتشكيل فريق الأهلي، جواد رزق لحراسة المرمى، سعيد النايلي، جبريل بقرماوي، طارق او فاروق نور الدين، وعلي ماتور، رباعي خط الظهر، ثم سفيان بن عمران، سند الشوشان، وعبد الله رفي، وثلاثي المقدم احمد كراوه وابراهيم بودبوس، وبينهما النيجيري كوفري في المقدمه. بودلاء فريق الاهلي في لقاء اليوم عبد الرحمن رايد لحراسه المرمى، ابراهيم العبيدي، احمد هويدي، ابراهيم الجارح، عبد الله الشعابي، سعد البرداح، والشامخ فرج. طاقم تحكيم لقاء تذكير به من جديد، يقود الحكم عبد الله الفضيل بمساعده باسم سيف النصر ومحمد العريبي، وحكم رابع السلوس الحبيب، ومراقب لقاء السيد توفيق الضوء.
إذا الشوط الأول كان قلنا سلبي على صعيد النتيجة والأداء، شفنا بداية سريعة في هذا الشوط الثاني بهجمة سريعة للأهلي قادها علي معتوق، وأخرى سريعة قادها من جانب الاتحاد الغاني كوامي. إذا نترقب أداء أسرع وأفضل وإثارة في هذا الشوط، الشوط الثاني الشوط الحاسم شوط المدربين، اللي أكيد حيكون حوار قوي من خارج خطوط الملعب بين السيد جارزيتو مدرب الفرنسي وفي مواجهة السيد ناصر الحضيري مدرب فريق الأهلي. علي معتوق بعد الكرة، هذه محاولة سريعة من أكثر من لاعب لكن تدخل من جانب النيجيري كوفري على أحمد التربي. إذن بداية جيدة في هذا الشوط الثاني في هذه القمة، قمة اليوم اللي تحمل رقم 45 في تاريخ مواجهات الفريقين الكبيرين، 44 مباراة رسمية قلنا على صعيد مواجهات الدوري الليبي لكرة القدم، كفيلة وكافية بأن تجعل العلاقات بين الفريقين قوية بما يكفي. كوامي يبحث عن مساندة، حافظ على كورته في المرة الأولى، كوامي لاعب الغاني تبادل كورته مع معتصم بالله صبو والمهدي المصري باتجاه أحمد الزوي. الزوي حاول يحافظ على كورته الزوي، والخطأ لصالح أحمد الزوي، كان حوار بينه وبين جبريل البقرماوي، حوار بين المدافع والمهاجم، الخطأ لصالح فريق الاتحاد. شوف الحوار اللقطة الماضية، حوار كان بين جبرين البقرماوي مدافع الأهلي وأحمد الزوي مدافع الخبرة ومهاجم الخبرة، حوار بينهما، يتفوق أحمد الزوي في اللقطة الماضية، والخطأ لمصلحة فريق الاتحاد. وقلنا بداية سريعة مع بداية الدقائق الأولى في هذا الشوط الثاني الشوط الحاسم، كل فريق يفكر وكل مدرب يفكر في نقاط المباراة في هذه الجولة الهامة، جولة الحسابات الدقيقة. يتم التنفيذ مباشرة لكن تصدم بسفيان بن عمران وتعود، تعود لصالح فريق الاتحاد من جديد، والصافرة والخطأ لصالح فريق الأهلي. جواد رزق كرة في وسط الميدان، الشوشان هذه عادة للقطة الماضية لصالح فريق الاتحاد. بقرماوي يخطي في التمرير أو فاروق يخطي، تعود سريعة لصالح أحمد الزوي، من هناك أحمد الزوي، حوار مرة أخرى بينه يتجدد بينه وبين جبريل بقرماوي. الزوي يجد مساندة من هناك من طارق الجمل، الزوي من جديد، وحاول كوامي يتدخل برأسية قبل علي معتوق. أمامنا رأسية كوامي كانت حاضرة في اللقطة الماضية لكن بعيدة كانت على مرمى جواد، كرة كانت مرفوعة من أحمد الزوي، تدخل بالرأسية كان من كوامي قبل وصول علي معتوق إليها. أمامنا الغاني كوامي، تعود الكرة لمصعد فريق الأهلي، محاولة بداية وبناء هجمة في هذه الدقائق الأولى هذا الشوط الهام. سفيان يلعب كرة سريعة لكن تطول، تعود تماس لصالح فريق الاتحاد. تم تنفيذ التماس، ترجع من جديد البقرماوي، يرجع بكورته لحارس مرمى جواد، فاروق نور الدين مدافع البوركيني في وسط الميدان لكن تدخل، تعود لكوامي وفاروقة، حوار افريقي بين كوامي الغاني والبوركيني فاروقة. تماس لصالح فريق الاتحاد في التنفيذ، المهدي المصري امام طلال فرحات، تبادل كورته مع طلال فرحات لكن تعود لسند الشوشان، حاول يمر الصافر، خطا لصالح سند الشوشان، خطا على اللاعب عبد المعين خماش في اللقطه الماضيه. فاروقه يتبادل كورته بشكل سريع، سند الشوشان، البقرماوي وسفيان، فاروق يتقدم، تعود من جديد لصالح فريق الاتحاد، حوار قوي على مستوى منطقة وسط الميدان، هجوم سريع لصالح فريق الاتحاد لكن ترجع لجبريل البقرماوي باتجاه العرفي عبد الله، ترجع له من جديد عبد الله العرفي لكن التغطية حاضرة
من طلال فرحات، تعود من جديد التربي أحمد باتجاه أحمد السوي، علي معتوق سيطرة على كورته، يقود هجمة سريعة لصالح فريق الأهلي ناحية الجهة اليمنى، علي معتوق يلعب كورته بعيد لكن ترجع من طارق، تعود الأهلي صالح عبد العزيز بريش حاول يتقدم تبع فيه كراوة وصافرة وخطأ لصالح فريق الاتحاد، خطأ لصالح فريق الاتحاد في التنفيذ طارق الجمل، يلعب كرة سريعة باتجاه طلال فرحات، تدخل بالرأس تعود لسفيان بالعمران، سفيان سيطر على كورته تبدأ كورته مع جبريل البقرماوي وفاروق نور الدين، فاروق يضع الكرة في التماس، علي معتوق ينفذ الجانبية، ترجع لعبد الله رفي حكم الإقيلات الإسبقية لصالح فريق الاتحاد، هجوم سريع لمصلحة فريق الاتحاد، خماج المهدي المصري تبادل الكرات باللعب فريق الاتحاد لكن ترجع من جديد عن طريق كوفري، كوفري حاول يمر وخطأ لصالح فريق الأهلي، خطأ لصالح النيجيري كوفري، خطأ لصالح اللاعب النيجيري كوفري وبطاقة صفراء، وحنشوف الإعادة للقطة السريعة الماضية، لقطة كانت سريعة، حوار كان بين أحمد التربي وبين النيجيري كوفري وتلقى على ترى بطاقة صفراء أحمد التربي، هجوم سريع لفريق الأهلي عن طريق النيجيري كوفري، أمامنا إعادة مرة ثانية، حوار اللي قلنا بين أحمد التربي مدافع فريق الاتحاد ومهاجم هداف فريق الأهلي النيجيري كوفري يوبونغ، أمامنا إبراهيم بودبوس في التنفيذ وعبد الله عرفي وعلي معتوق أكثر من لاعب، حكم اللقاء يقول لبودبوس اللاعب على الصافرة أكيد، يطلب من جدار وحايد صد فريق الاتحاد تراجع بعض الشيء إعطاء المسافة والأمتار القانونية، إذن في انتظار إشارة وصافرة حكم اللقاء، وهذه عادة مرة أخرى من زاوية أخرى، حوار اللي كان بين التربي وبين إيبونغ مهاجم فريق الأهلي النيجيري، إذن في انتظار التنفيذ، فيه أكثر من لاعب قلنا أمام الكرة بالنسبة لفريق الأهلي، فيه كراوة وبدبوس وعبد الله عرفو أكثر من لاعب، حاول حكم اللقاء يضبط الأمور ويعطي إشارة التنفيذ ومحاولة تسديد من بعيد وهدف، هدف لصالح فريق الأهلي، هدف لصالح فريق الأهلي عن طريق هداف الفريق أحمد كراوة، أحمد كراوة ينجح في افتتاح التسجيل لصالح فريق الأهلي، إذن هدف سريع مع بداية الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني لصالح فريق الأهلي عن طريق اللاعب أحمد كراوة، أحمد كراوة ينجح بعد مرور حوالي 12 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني من افتتاح التسجيل لصالح فريقه الأهلي، وحنشوف الإعادة، التسديدة كانت قوية، شوفوا أكثر من لاعب علي معتوق ثم التسديدة كانت قوية في سقف المرمى من جانب اللاعب أحمد كراوة هداف فريق الأهلي اللي ينجح في افتتاح التسجيل في هذه الدقيقة، إذن تفوق على صعيد النتيجة لمصلحة فريق الأهلي بعد مرور قرابة 13 دقيقة لعب تقريبا من زمن الشوط الثاني من لقاء الأهلي الاتحاد، حوار الأنداد قلنا بين الأهلي والاتحاد، ينجح أحمد كراوة هداف فريق الأهلي في افتتاح التسجيل، نشوفوا سيناريو الهدف مرة أخرى في سقف المرمى، غلطت حارس المرمى محمد الفرجاني، إذن شوط الإثارة بدأ بعد هذا الهدف، الهدف الأهلي هدف اللاعب أحمد كراوة،
إذا الأهلي 1-0 حتى الآن بعد مرور قرابة 13 دقيقة لعب تقريبا من زمن الشوط الثاني في هذا الشوط الحاسم، الشوط اللي أكيد حيكون مثير بالنسبة لكلا الفريقين الأهلي والاتحاد. عبد الله عرفي باتجاه علي معتوق، علي معتوق يتقدم علي معتوق من جديد باتجاه بودبوس، بودبوس يتبادل كرة مع علي معتوق من جديد وكرة مرفوعة لكن تمر بدون أن يلمسها لا مهاجم ولا مدافع. إذا أكيد الإثارة حتبدأ من الآن بعد ما شاهدنا فريق الأهلي يتقدم على صعيد النتيجة بهدف مبكر في هذا الشوط الثاني، هدف هداف الفريق أحمد كراوة. أمامنا حكم اللقاء يتبادل الحوار مع بريش ويتلقى بطاقة صفراء عبد العزيز بريش بكل روح رياضية. عبد العزيز بريش يتقبل قرار حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل. إذن يستلم الحوار من جديد، كرة ملعوبة ترجع لطلال فرحات، طلال يلعب كرة داخل منطقة الجزاء لكن التغطية حاضرة وتتحول الكرة إلى ركنية، ركنية لصالح فريق الاتحاد، ركنية لصالح فريق الاتحاد. حاول أنه يستعيد توازنه في هذه الدقائق وفي التنفيذ المهدي المصري في تنفيذ الركنية لصالح فريق الاتحاد أو بريش. إذا المهدي المصري، المهدي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء ترجع من جديد تعود لصالح فريق الاتحاد عن طريق كوامي، كوامي يلعب كرة داخل منطقة العمليات من جديد المهدي المصري. بريش الآن، بريش حاول يحافظ على كرته تعود مرة أخرى وتعود لصالح فريق الأهلي بهجوم سريع يقود عبد الله العرفي، عبد الله العرفي هجوم سريع لكن تدخل من اللاعب طارق الجبل وتدخل ثاني من محمد الفرجاني، هجوم سريع حاول يقود عبد الله العرفي. إذن نحن أكيد على موعد مع الإثارة في هذا الشوط الثاني اللي حيكون شوط مثير بعكس الشوط الأول اللي كان سلبي، شوط سلبي على صعيد النتيجة والأداء. بودبوس تعود الكرة إلى تماس لصالح فريق الأهلي في التنفيذ علي معتوق ترجع من جديد تماس مرة أخرى علي معتوق في تنفيذ الجانبية والكرة أخيرا تصل لمحمد الفرجاني حارس مرمى فريق الاتحاد. محمد الفرجاني يرسل كرة سريعة صافرة وخطأ لصالح فريق الاتحاد لصالح عبد العاطي العباسي. طارق الجمل خطف التمرير تعود لسند الشوشان، الشوشان حاول يقود هجمة سريعة لصالح فريق الأهلي يلعبها سريعة أمام انطلاقة الظهير المهاجم علي معتوق اللي يلعب كورته بشكل مباشر لكن بعيدة عن مرمى الفرجاني. حاول فريق الأهلي أنه يعتمد على المرتدات الهجمات العكسية السريعة معتمدا على سرعة وحيوية ورشاقة علي معتوق من ناحية الجهة اليمنى، فيما يحاول فريق الاتحاد أن يبحث عن كيفية استعادة التوازن وتعديل النتيجة. أمامنا محمد الفرجاني لحظات التقاط الأنفاس وأمامنا حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل. المهدي المصري يلعب كرة سريعة باتجاه الزوي، الزوي حاول يمر باتجاه من باتجاه كوامي حوار كان بينه وبين فاروقة لكن الأقرب فاروقة والكرة تتحول إلى تماس لصالح فريق الاتحاد في التنفيذ المهدي المصري. المهدي المصري
تبادل كرات بين لاعبو فريق الاتحاد طارق الجمل باتجاه زوي، لكن تدخل كان ضد اللاعب جبريل البقرماوي اللي تلقى بطاقة صفراء. جبريل البقرماوي بعد الحوار القوي اللي كان بينه وبين أحمد زوي منذ لحظات، شوفوا الإعادة من شارب آخر، حوار القوي اللي كان بين جبريل البقرماوي وأحمد زوي. حاول جبريل البقرماوي يراقب تحركات أحمد زوي، وشفناه كيف تلقى بطاقة صفراء منذ لحظات. أمامنا طلال فرحات، طلال فرحات طلال فرحات وامام عبد الله عرفي وحكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل. إذن طلال فرحات وفي انتظار صافرة حكم اللقاء. إذن حكم اللقاء أعطى إشارة التنفيذ. طلال فرحات يلعب كورته لكن تصدم بحاجة الصد وترجع للعب من جديد. يتابع كراوة وحكم اللقاء يشير إلى خطأ لصالح فريق الاتحاد. يشير أن الكرة خرجت في التماس ترجع من جديد بقرماوي، تعود الآن لصالح فريق الاتحاد عن طريق كوامي. كوامي لكن تصدي رائع كان من جواد، تسديدة كانت قوية لكن تصدي رائع كان من جواد رزق حارس مرمى الأهلي اللي كان قافل هذه الزاوية. وبهذه الطريقة اللعبة كانت جميلة أمام انطلاقة الغاني كوامي اللي حاول سد كورته بشكل مفاجئ، لكن كان متوقع لهذه اللقطة جواد وأبعدها إلى ركنية. ركنية لصالح فريق الاتحاد ترجع، تعود اللعب من جديد لصالح فريق الاتحاد، لكن كراوع يتدخل ويبعد الخطر عن المنطقة. تعود الآن لصالح فريق الأهلي من جديد، هجوم سريع عن طريق عبد الله عرفي، وتعود اللعب من جديد لصالح فريق الأهلي مرة أخرى. يحاول علي معتوق ينطلق لكن ما يتمكنش، تعود مرة أخرى لمصلحة فريق الأهلي في هذه الدقائق. فاروقة ترجع الكرة من جديد لصالح فريق الاتحاد. البقرماوي خرج الكرة من منطقة تعود لصبو المصري في وسط الميدان، الكرة لصالح فريق الاتحاد، تعود لمصلحة فريق الأهلي الآن عن طريق كراوة وهجوم سريع لصالح فريق الأهلي من هناك، ومحاولة تسديد من جانب النيجيري كوفري إيبونغ، لكن ترجع مرة أخرى إلى فريق الاتحاد أحمد زوي. هجمة سريعة لصالح فريق الاتحاد ناحية الجهة اليمنى، تقدم لصالح فريق الاتحاد باتجاه مناطق فريق الأهلي عن طريق طلال. طلال يفتح اللعب باتجاه المهدي المصري اللي يلعب كورته داخل منطقة العمليات، وفرصة لكن ترجع جواد مرة أخرى في حوار من نوع خاص بينه وبين كوامي للمرة الثانية على التوالي. ينجح جواد في تصدي لمحاولة كوامي، كرة غادر إلى التماس. شوط أسرع من ما شاهدنا في الشوط الأول، شوط سريع خاصة بعد تقدم فريق الأهلي في الدقيقة 13 بهدف اللاعب أحمد كراوة. إذا الركنية لصالح فريق الاتحاد، وأمامنا إبراهيم بودبوس لاعب فريق الأهلي. سلامات. إذا الركنية لصالح فريق الاتحاد، ركنية لصالح فريق الاتحاد يتم التنفيذ. ترجع من جديد أحمد زوي، يحاول يتابع يلاحق الكرة مرة أخرى. أحمد زوي يحاول يمر لكن ما يتمكنش، الكرة تتحول إلى تماس. ينجح جبريل البقرماوي في إبعاد الكرة إلى التماس. إذن سلامات لجواد رزق اللي تصدى لمحاولتين للغاني كوامي حارس مرمى فريق الأهلي الشاب. فريق الأهلي اللي سجل حضوره في مسابقة الدوري الليبي ممتاز المرة رقم 40 في تاريخ مشاركاته، بينما فريق الاتحاد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة الدوري الليبي
16 مناسبة، يسجل حضوره وظهوره في بطولة الدوري الليبي للمرة 42. حضور كبير وقوي لكلا الفريقين على صعيد بطولات الدوري الليبي لكرة القدم. فريق الأهلي اللي نال وحصد من الألقاب والبطولات المحلية 4 بطولات، افتتح وقص شريط بطولات مواسم السبعينيات. الأهلي اللي هو أكثر الفرق المحلية حصولا على لقب وصيف بطل الموسم وثاني الترتيب، نال المرتبة الثانية فريق الأهلي في 11 مناسبة، كان آخرها وصيف بطل الموسم 2009-2010 خلف فريق الاتحاد مباشرة. بينما فريق الاتحاد زي ما قلنا 16 بطولة في رصيد هذا الفريق، حضور كبير 42 مشاركة على مستوى بطولة الدوري الليبي. الاتحاد اللي بدأت علاقته مع البطولات والألقاب المحلية مبكرا منذ مواسم الستينيات، عندما حصد أول لقبين متتاليين خلال مواسم الستينيات. الألقاب الثلاثة في الستينيات لفريق الاتحاد كانت بقيادة المدرب علي زندوتي. إذا نعود لأجواء لقاء اليوم واللي تفوق وتقدم به فريق الأهلي حتى الآن بهدف اللاعب أحمد كراوع، هدف دقيقة 13 من زمن هذا الشوط، الشوط الثاني والشوط الحاسم. شوط ثاني شفنا فيه هدف للأهلي وشفنا فيه أكثر من محاولة خطرة كانت من نصيب كوامي ولعب خلالها جواد رزق دور كبير في إنقاذ مرمى في هذا الشوط. جواد يلعب كرته باتجاه المهاجمين، تعود لكراوع، كراوع لكن التصدي كان لصبو. تعود لكراوع مرة أخرى، كراوع يحاول يلعب كرته لكن التغطية حاضرة كانت هذه المرة، تماس لصالح فريق الأهلي، تماس لصالح فريق الأهلي. في التنفيذ إبراهيم مدبوس ينفذ بسرعة، تعود الأهلي لصالح فريق الاتحاد من جديد، وكرة غادر إلى ركلة مرمى لصالح فريق الاتحاد. ركلة مرمى لصالح فريق الاتحاد. قلنا هذا اللقاء هو اللقاء الثالث بين الفريقين هذا الموسم، اللقاء الثالث أيضا بين المدربين غارزيتي وناصر الحضيري. تعود الكرة من جديد لصالح فريق الأهلي هذه المرة، لكن يبقى الحوار قائم وقوي. الشوشان تبادل الكرات بين لاعب فريق الأهلي، محاولة التمرير مدبوس أمام انطلاقة علي معتوب، علي معتوب وفرصة علي معتوب، علي معتوب يتقدم ويتوغل لكن اللمسة الأخيرة كانت بعيدة عن المرمى. علي معتوب اللي له حضوره اليوم وأحد مفاتيح اللعب الهامة في تشكيلة ناصر الحضيري. بهذه الطريقة الظهير المهاجم علي معتوب توغل بشكل ممتاز لكن اللمسة الأخيرة كانت بعيدة. إذا الأهلي أيضا يشكل في خطورة كبيرة على من خلال هجماتها العكسية المرتدات. الأهلي يبحث عن تعزيز وتأكيد هذا التفوق، والاتحاد يبحث عن كيفية استعادة التوازن وتعديل النتيجة. حوار بين هذا وذاك مستمر فيما تبقى من وقت طويل بعض الشيء يفصلنا عن نهاية زمن الشوط الثاني واللقاء. مرور ممتاز لكن الكرة في التماس عن طريق سفيان، تعود لصالح فريق الاتحاد من جديد. عبد العاطي العباسي، العباسي تبادل كرة مع الزوي والصافرة والخطأ لصالح أحمد زوي ضد اللاعب البوركيني فاروق. خطأ لصالح فريق الاتحاد. عبد المعين خماش والمهدي المصري أمام الكرة في انتظار صافرة حكم اللقاء. المهدي المصري وخماج يلعب كرة على القائم البعيد وترجع الكرة فيها راية حاضرة، راية من المساعد الثاني أمامنا. المحاولة الأخيرة فريق الاتحاد كانت شفناها منذ لحظات، ارتقاء من أكثر من لاعب لكن فيها راية كانت، وكرة
لصالح فريق الأهلي وأمامنا السيد جارزيتو المدرب الفرنسي الثاني في مسيرة فريق الاتحاد بعد تجربة بيار لوشانتير قبل 3 سنوات. تعود الأهلي الكرة لصالح فريق الاتحاد، جو من ناحية الجهة اليمنى محاولة مرور ترجع من بودبوس، تعود الآن لصالح فريق الأهلي عن طريق بودبوس من جديد، هجوم سريع لصالح فريق الأهلي عن طريق أحمد كراوة، كراوة يحاول كراوة وفرصة، لكن الكرة هذه المرة غادرت إلى ركلة مرمى. أمامنا أحمد كراوة صاحب هدف التفوق لفريق الأهلي في هذه المباراة حتى الآن، وصاحب المحاولة الأخيرة واللي أصبح هداف بعد هدف اليوم برصيد 10 أهداف. تعود الكرة لصالح فريق الاتحاد، ترجع من علي ماتوب مرة أخرى لصالح فريق الأهلي، وفي صافرة من حكم اللقاء، الصافرة والخطأ لصالح فريق الأهلي. سلامات للاعب فريق الأهلي لاعب إبراهيم بودبوس. تذكير بالنتيجة، فريق الأهلي متقدم حتى الآن بهدف لصفر، هدف فريق أحمد كراوة، هدف دقيقة 13 من هذا الشوط الثاني، الشوط اللي شاهدنا فيه رغبة وجدية أكثر من كلا الفريقين للوصول للشباك، لكن فريق الأهلي كان هو السباق والمبادر في هذا الشوط الثاني، وشفنا أكثر من فرصة ضاعت على فريق الاتحاد، كانت أبرزها محاولتين للغاني كوامي تصدى لهما جواد حارس مرمى فريق الأهلي. في انتظار استئناف الحوار، سلامات للاعب فريق الأهلي ولكل اللاعبين، وناصر الحضيري يبدي بعض الملاحظات، يستفيد من هذا التوقف المؤقت المباراة ويبدي بعض الملاحظات والتوصيات برفقة المدرب المساعد عبد الكريم سلامة. إذن يستأنف الحوار من جديد جواد رزق في التنفيذ، جواد يلعب كرة سريعة على طريقة المدافعين، ترجع من جديد تعود لصالح فريق الاتحاد، كوامي حوار قائم بين الفريقين، المهدي البصري حكم اللقاءات الأسبقية لصالح إبراهيم بودبوس، بودبوس يلعب كورته لكن تعود من جديد لصالح فريق الاتحاد، ارتقاء من طلال سوي، والكرة تغادر إلى تماس لصالح فريق الاتحاد كما تقول إشارة حكم اللقاء، وهذه أولى أوراق جارزيتو. شوفوا اللاعب اللي حيعزز تشكيلة فريق الاتحاد، لاعب وايد غريتلي، المغادرة كانت لعبد العزيز بريش، إذن يغادر عبد العزيز بريش وتم تعويضه بأول حلول جارزيتو، مؤيد لغريتلي أولى خيارات الفرنسي جارزيتو. حاول جارزيتو أنه يعطي نفس جديد لفريقه، يبحث عن حلول من خلال هذا التحوير اللي قام به بعد مغادرة عبد العزيز بريش ودخول مؤيد لغريتلي. كوفري وبونغ وحوار بينه وبين صبو، كوفري حاول لكن تصدم بلاعب فريق الاتحاد وترجع عباسي، تعود اللعب من جديد المهدي المصري، كرة بعيدة لصالح فريق الاتحاد في هذه الدقائق، العباسي تبقى الكرة من أقدام لاعب فريق الاتحاد في هذه الدقائق، طارق الجمل، سفيان، تعود الكرة لصالح فريق الاتحاد من جديد، محاولة توغل وصافرة من حكم اللقاء، يشير فيها خطأ لصالح فريق الاتحاد، خطأ لصالح فريق الاتحاد، إذا خطأ قريب من منطقة جزاء فريق الأهلي، وأمامنا
مويد لجريتلي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء ترجع من جديد لكن تغادر حاولة رأسية كانت لكن بعيدة. شوف المحاولة من جانب آخر. هذه عادة اللقطة الأولى لصالح فريق الأهلي في انتظار عادة اللقطة الأخيرة المحاولة الأخيرة لفريق الاتحاد المحاولة الرأسية. إذا ركض مرمى في التنفيذ جواد رزق ترجع الكرة في وسط الميدان لصالح فريق الاتحاد. والصافرة وتماس كرة غادرت. شوفوا العادة اللقطة الأخيرة ارتقاء بالرأس من أكثر من لاعب. أعتقد التربي كان هو صاحب اللمسة الأخيرة في المحاولة الأخيرة لفريق الاتحاد اللي شفناها. التربي يرجع بكرة لحارس مرماه الفرجاني يقوم بدور مدافع ويبعد الكرة بعيدة. ترجع إلى وفي صافرة من حكم اللقاء. صافرة من حكم اللقاء السيد عبد الله الفضيل. حاول عبد الله الفضيل أنه يضبط كل الأمور يدخل في حوار مع ناصر الحضيري. إذا الحوار بين عبد الله الفضيل وبين ناصر الحضيري. إذن يستأنف الحوار مرة أخرى. شوف إعادة لأحد اللقطات اللي شفناها حول فريق الاتحاد. كوفري كوفري سيطر على كورته يفتح اللعب باتجاه ملعب باتجاه كراوة. تبادل الكرات بين لاعب فريق الأهلي علي معتوق. علي معتوق تبادل كورته مع من؟ مع أبو دبوس لكن أو مع سفيان. وفي صافرة وخطأ لصالح فريق الاتحاد. صافرة وخطأ لصالح فريق الاتحاد. طلال فرحات عبد المعين خماج تبادل الكرات بيلعبوا فريق الاتحاد لكن الكرة تبقى في اللعب لصالح فريق الاتحاد وفيه راية مرفوعة وخطأ لصالح فريق الاتحاد. خطأ لصالح اللاعب أحمد الزوي. خطأ لصالح اللاعب أحمد الزوي. شوفوا إعادة اللقطة الماضية حوار بين الزوي وبين جبريل البقرماوي. مؤيد القريتلي اللاعب البديل في التنفيذ اللي عوض خروج عبد العزيز بريش. القريتلي يلعب كرة لكن ترجع من جواد وتم تأكيد إبعادها من عبد الله عرفي. كوفري بوم سيطر على كورته تعود القريتلي مرة أخرى تعود من جديد لصالح فريق الاتحاد لكن كرة تغادر إلى الجانبية. جانبية وتماس لصالح فريق الاتحاد اللي واصل رحلة البحث عن هدف التعديل بينما يحاول فريق الأهلي أنه يحافظ على هذه النتيجة ويأكدها بهدف ثاني من خلال هذه المحاولات العكسية المرتدة. محاولة فريق الأهلي عن طريق كراوة لكن سريعة تغادر إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لصالح فريق الاتحاد. الفرجاني التربي تعود الكرة من جديد لصالح فريق الاتحاد. معتصم بالله صبو يتقدم. صبو يتقدم باتجاه طلال فرحات. تبادل كورته مع خماج او العباسي وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة جدا غادر الى ركلة مرمى. مرمى لصالح فريق الاهلي. ركلة مرمى. قلنا الحوار كان قوي بين الفريقين في الشوط الثاني كان فيه تفوق على صعيد النتيجة لصالح فريق الأهلي. هدف دقيقة 13 اللاعب أحمد كراوة.
وقد نرى ورقة أخرى من أوراق نصر الحضيري، ورقة أولى إبراهيم الجارح، قد يكون أولى أوراق المدرب نصر الحضيري. بدأ كل مدرب يرمي بما لديه من أوراق ويبحث عن حلول، كل مدرب يريد أن يدافع عن حظوظه حتى آخر لحظة من زمن هذا اللقاء الهام والحاسم اللي يأتي في جولة هامة، قلنا جولة الحسابات الدقيقة. وهذه محاولة، محاولة كراوة، هدف ثاني، هدف ثاني عن طريق اللاعب أحمد كراوة بشكل ممتاز. أحمد كراوة يقتنص هذه الكرة قبل خروج محمد الفرجاني، يأكد بها تفوق فريقه بهذا الهدف اللي كان ملعوب، كان بلمسة رائعة، لمسة واحدة قبل وصول محمد الفرجاني، لمسة واحدة كانت كفيلة بدخول هذا الكرة داخل الشباك. إذن أحمد كراوة اليوم يسجل الهدف الثاني لفريقه ويقود فريقه إلى هدف ثاني حتى الآن. إذن أحمد كراوة ينجح في تعزيز تفوق وفوز فريقه بهذه الطريقة وبهذه اللمسة، لمسة واحدة وضعت الكرة داخل شباك محمد الفرجاني. بهذه الطريقة نشوفه الإعادة من أكثر من زاوية بشكل ممتاز إبراهيم بودابوس، وبيتوقع وتمركز ولمسة واحدة على القائم الأول، استطاع أحمد كراوة أن يكون قاري جيد لهذه اللقطة وهذه التمريرة اللي جاءته من اللاعب. شوفوا أكثر من لاعب، شوفوا سند الشوشان كيف مر الكرة في المرة الأولى، حنشوفوا الإعادة من أكثر من زاوية ونشوفوا حركة اللاعب إبراهيم بودبوس، وشوفوا حركة أحمد كراوع كيف جاء على القائم الأول وسبق الفرجاني حارس مرمى فريق الاتحاد. إذن أصبح فريق الأهلي يتقدم بهدفين بدلا من هدف، وبثنائية اللاعب أحمد كراوع. إذن فريق الأهلي يتقدم على صعيد النتيجة بهدفين مقابل شيء. إذن شوط كان سريع، شوط كان مثير، الشوط الثاني الشوط الحاسم، شوط المدربين. شوفوا هذا الهدف وشوفوا لقطة أو لمسة أحمد كراوة بلمسة واحدة، كانت لمسة خادعت محمد الفرجاني. إذن الأهلي أصبح يتقدم على صعيد النتيجة بهدفين مقابل شيء. افتتح التسجيل وقص شريط افتتاح في هذه المباراة أحمد كراوع دقيقة 13، ثم شاهدنا أحمد كراوع يعود إلى الواجهة من جديد وينجح في تعزيز فوز فريقه وتعزيز رصيده بهدف ثاني في هذه الأمسية. إذن ورقة أولى من أوراق كابتن ناصر الحضيري إبراهيم الجارح، إبراهيم الجارح، وحنشوف اللاعب المغادر. إذن إبراهيم الجارح يستعد للدخول بالنسبة لفريق تشكيلة فريق الأهلي، أولى استبدالات ناصر الحضيري. والمغادرة أعتقد حتكون لأحمد كراوع. إذن أحمد كراوع بعد ما أحرز هدفين يغادر ويتم تعويضه باللاعب إبراهيم الجارح في أولى أوراق الكابتن ناصر الحضيري. أحمد كراوع يتلقى التحية من دكة البدلاء من الجهاز الفني والإداري بعد الجهد الكبير اللي قام به اليوم، وسجل هدفين رائعين، شفنا الهدف الأول وأيضا شفنا الهدف الثاني. وهذه ورقة صفراء لطلال فرحات شفناها منذ لحظات. إذن الشوط كان سريع، الشوط كان مثير، تغيرت فيه كل الأمور وأصبح فريق الأهلي هو من يتقدم على صعيد النتيجة 2-0. ثنائية أحمد كراوة اللي عزز رصيده الشخصي ب 12 هدف. قلنا هذه المواجهة هي الثالثة بين المدربين جارزيت ونصر الحضيري. المواجهة الأولى كانت في المربع الأفريقي فاز فيها الاتحاد، المواجهة الثانية كانت في مباراة الذهاب الثانية، وهذه المباراة المواجهة الثالثة بين الفريقين والمدربين. شفنا بداخل صفراء منذ لحظات لإبراهيم بودبوس لاعب فريق الأهلي. شوط شاهدنا فيه الأهداف وشاهدنا فيه حتى البطاقات الصفراء اللي اختفت في الشوط الأول ثم ظهرت بغزارة وبكثافة في الشوط الثاني. هذه محاولة لفريق الأهلي، فرصة، فرصة هدف ثالث، فرصة هدف ثالث ضاعت على فريق الأهلي بعد هجوم سريع قاد اللاعب عبد الله العرفي. إذن يتواصل الحوار المثير
والتفوق على صعيد النتيجة لمصلحة فريق الأهلي 2-0 زي ما أشرنا. ودقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية زمن الشوط الثاني واللقاء. محاولة فريق الاتحاد ترجع وتغادر إلى ركلة مرمى. قلنا قبل هذه الجولة فريق الاتحاد متصدر لمربع التتويج بخمس نقاط من فوز وتعادلين، والأهلي قبل هذه الجولة أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة. وبالتالي قد تتغير الأمور بعد نهاية صافرة النهاية بالنسبة لهذه المباراة على صعيد لوحة التتويج وعلى صعيد الصدارة. تماس لصالح فريق الاتحاد. الفرجاني ترجع من طارق الجمل. تعود من جديد لصالح فريق الاتحاد. الكرة تغادر إلى تماس. تماس وأمامنا جواد رزق. سلامات لجواد رزق. إذن سبع دقائق أخيرة تم الإعلان عليهم منذ لحظات، سبع دقائق أخيرة ويكتمل هذا الحوار المثير في شوطه الثاني اللي تغيرت فيه لوحة الأهداف بعد شوط أول سلبي على صعيد النتيجة والأداء. جاء الشوط الثاني سريع ومثير وعامر بالأهداف ثنائية أحمد كراوع. شوفوا إعادة للفرصة الأخيرة اللي ضاعت على فريق الأهلي، ضاعت تمام النيجيري كوفري لكن تدخل كان في الوقت المناسب. سبع دقائق أخيرة ويكتمل هذا الحوار الكبير، لقاء الأنداد بين الأهلي والاتحاد. قلنا لقاءات الأهلي والاتحاد لقاءات قديمة عريقة لها جذورها، يتجدد شبابها كل موسم. اليوم هي القمة رقم 45 في تاريخ مواجهات الفريقين العريقين، وقلنا هذا الرصيد الكبير من المباريات كفيل وكافي بأن يجعل العلاقات بين الفريقين قوية بما يكفي. رغم قيمة وأهمية مباراة اليوم وأهمية نقاط مباراة اليوم، كل فريق قدم جهد كبير اليوم، وكان الحوار كبير في الشوط الثاني بين المدربين. وهذه ورقة من أوراق غارزيتو لاعب عمران سالم. عمران سالم والمغادرة كانت للغاني كوامي. إذن ورقة ثانية للسيد غارزيتو. عمران سالم يدخل ويغادر الغاني كوامي. إذن يستأنف الحوار في دقائقه الأخيرة. إذن الحوار مستمر في دقائقه الأخيرة، وذكرنا بالنتيجة 2-0 لفريق الأهلي. أهداف الشوط الثاني للاعب أحمد كراوة. أحمد كراوة اللي نال جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة وكأس أفضل لاعب مقدم من صحيفة أخبار جدابية. وكل الشكر لزميل متألق دائما المخضرم صالح الفاخري رئيس تحرير صحيفة أخبار جدابية اللي دائما حاضرة في كل المواعيد والمناسبات الرياضية. إذن أحمد كراوح صاحب ثنائية الفوز في لقاء اليوم ينال كأس أحسن لاعب، وهذه بطاقة صفراء كانت ضد اللاعب رقم 14 عبد العاطي العباسي. إذن خطأ لصالح فريق الأهلي في التنفيذ عبد الله العرفي. دقائق أخيرة ويكتمل هذا الحوار في شوطه الثاني. تم التنفيذ، ترجع وتبقى في اللعب لصالح فريق الاتحاد.
إذا دقائق أخيرة تفصل فريق الأهلي لتحقيق الانتصار الثاني له في مربع التتويج باللقب والصعود إلى صدارة مربع التتويج بسبع نقاط بعد ما كان أربع نقاط قبل انطلاق هذه اللقاء هذه المباراة وهذه الجولة. بينما فريق الاتحاد قبل انطلاق هذه المباراة كان بخمس نقاط متصدر لمربع التتويج. هذه محاولة فريق الاتحاد لكن التغطية حاضرة في آخر اللحظات تتحول إلى ركنية لصالح فريق الاتحاد. إذا الركنية لصالح فريق الاتحاد يتم التنفيذ لكن ترجع من جديد تعود لصالح فريق الاتحاد مرة أخرى. تبادل الكرات بنصبوا لكن ترجع وتبقى في اللعب من جديد لصالح فريق الاتحاد وفي صافرة وخطأ لصالح فريق الأهلي لصالح اللاعب إبراهيم بودبوس. إذن لم يعد هناك الكثير من الوقت اللي يفصلنا عن نهاية هذا اللقاء. وهذه ورقة أخرى من أوراق كابتن ناصر الحضيري يستعد لدخول اللاعب رقم أربعة. شوفوا اللاعب اللي حيدخل واللاعب اللي حيغادر الشامخ فرج والمغادرة للاعب سفيان بن عمران يغادر ويتم تعزيزه أو تعويضه باللاعب الشامخ فرج في ورقة أخرى من أوراق الكابتن ناصر الحضيري من أجل كسب بعض الوقت فيما تبقى من وقت قليل يفصلنا عن نهاية هذه القمة الكروية الكبيرة. لقاء الأنداد بين الأهلي والاتحاد وفريق الأهلي في طريقة إلى صدارة مربع التتويج وفي طريقة لتحقيق الانتصار الثاني له في هذه المنافسات بسبع نقاط. سيصبح في حالة حسم نتيجة هذا اللقاء متصدر لمجموعة التتويج بينما الاتحاد سيبقى بنفس رصيد السابق خمس نقاط. إذن كل التحية والشكر للفريقين الكبيرين الأهلي والاتحاد. علي معتوق طلال فرحات ترجع من جبريل البقرماوي الجمل يتقدم والكرة تغادر إلى التماس. محاولات الأخيرة وخطأ آخر لصالح فريق الاتحاد. إذا المحاولات الأخيرة وهذه عادة اللقطة الماضية التدخل اللي كان قوي على اللاعب عبد المعين خماش وهذه محاولة فريق الاتحاد وفرصة ومحاولة تسديد لكن بعيدة. صاحب المحاولة كان هو اللاعب عبد العاطي العباسي وركنية لصالح فريق الاتحاد. كرة مرفوعة وجواد يتصدى لهذه المحاولة. جواد حارس مرمى فريق الأهلي اللي لعب دور كبير اليوم في إنقاذ مرماه من أكثر من محاولة. إذن في انتظار صافرة النهاية نهاية هذه المباراة الكبيرة وهذا الحوار الكبير. كرة بنقدام لعب فريق الاتحاد وهذه عادة اللقطة الماضية اللي تصدى لها جواد. التربي ترجع من البقرماوي وجبريل تعود للعب عن طريق عبد الله العرفي. تبادل الكرة مع ابراهيم بودبوس. بودبوس يمر لكن يتابع فيه طلال فرحات. تعود العباسي هجوم سريع لصالح فريق الاتحاد عن طريق احمد الزوي. الزوي يحاول يمر الزوي يلعب كورته لكن ترجع سريعه وتغادر الى ركله مرمى لصالح فريق الاهلي. الشوط الثاني قلنا كان سريع وكان مثير في اغلب فتراته بعكس الشوط الاول. شاهدنا فيه الاهداف حضرت في مناسبتين لصالح فريق الاهلي ثنائيه اللاعب احمد كراوة اللاعب الابرز في تشكيل فريق الاهلي في لقاء اليوم. جواد وبهذا حكم اللقاء السيد عبد الله القدير يطلق صافره نهايه ثمر الشوط الثاني واللقاء بتفوق فريق الاهلي على ضيفي فريق الاتحاد بهدفين لصفر ثنائيه اللاعب احمد كراوة
ليعتني فريق الأهلي صدارة الترتيب مربع التتويج برصيد 7 نقاط بعد أن سجل اليوم الانتصار الثاني له في هذه المجموعة، بينما يبقى فريق الاتحاد بنفس رصيد السابق وهو 5 نقاط. شكرا لطيب المتابعة والانتباه، وشكرا من جديد، وتقبلوا تحياتي ودمتم جميعا في أمن وسلام. برعاية النت. النت انترنت افضل، انترنت اسرع. The new Sonata. دانا مصدر للحليب والألبان. شركة بانوراما وكل معتمد لشبكة قنوات بي ان سبورتس. كيف العي؟ العالم صديقنا. هذا كله كاش. لا موبيكاش. اشترك الآن في خدمة موبيكاش من مصرف الوحدة. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم، انتهى اللقاء الذي رحل وأجل بتفوق نادي الأهلي بنغازي بهدفين مقابل لا شيء لنادي الاتحاد. تنقلب موازين مجموعة التتويج. الأهلي بنغازي بهذا الفوز يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، يصل إلى صدارة هذه المجموعة ب7 نقاط. الاتحاد يبقى منافس وله حظوظ وحظوظ كبيرة على اللقب الدوري الليبي لهذا الموسم ب5 نقاط، أيضا النصر ب5 نقاط، آخر المجموعة الأهلي طرابلس ب3 نقاط. أحمد كراوع كان نجم اللقاء الأول سيد جمال اليوم، مكن فريقه من اقتناص 3 نقاط تمينة وتمينة جدا جدا جدا. فعلا قد تكون الأثمن بالنسبة لأهداف كراوة وبالنسبة للأهلي بنغازي. صحيح. الفوز على الاتحاد بهدف للصفر شيء مش سهل. نعم. الاتحاد ما كانش في يومه. أعتقد الاختيارات في التشكيل جانبها صواب شوية من ناحية جارزيتو، حتى لما كان متأخر في النتيجة بهدف لصفر تأخر في التغييرات، تعطيه وقت طويل، ما نعرفش شنو فكرته بالضبط حقيقة. اليوم من الاتحاد بين الشوطين كان دردشة بيني وبينك سيد جمال، وقلت لي يعني حنشوفه شنو يعني يصنع سيد نصر الحضيري الشوط الثاني، وكذلك سيد كراديسو. يعني أنا قاعد نتكلم فيه ممكن نقول كنت نتوقع أن الشوط الثاني قلت حيتحرروا اللاعبين من الضغط النفسي، حيقدموا أفضل. نعم. البداية كانت جيدة للاتحاد، تحصل على فرصتين، لكن المهاجم كوامي ما لم يحسن التصرف، ما تصرفش بصورة جيدة، أضع كرة الأولى خشبة لمنطقة الستة وبعد أي طاحت كرة الثانية بالرأس. هنا الأهلي بنغازي، وأنا قلت المباراة هذه تفصل بالتفاصيل، أو من يفوز بها اللي يستغل الديتيلز الصغيرة هذه. صحيح. فاول من على خط 16 وأنا نحمل حارس المرمى حقيقة، مش معقولة كرة حارس فريق الاتحاد، الاتحاد اللي مفروض يملك حارس على مستوى عالي، كرة من كراوة بالصورة هذه. وكنت تحددت أنا قلت لو تطلع من السد الكرة هذه تكون هدف، وفعلا هذا فاتت السد الكرة جت جول. يعني اليوم الاتحاد خيب ظني، ما كانش في افضل حالاته. نهنوا الاهلي بنغازي على الفوز. نعم. وعلى المجهودات، وزي ما قلت لك هارد لك الاتحاد، الدوري مازال عليه ان يرتب اوراقه. الشيء اللي نبي نقوله انا بالنسبه للاتحاد، خلينا نتكلم على الفريق الخاص. نعم. باش نحللوا الوضعيه. اكيد
لا أنا أعتقد معنا أيضا حتى الكابتن علي بشاري حيتكلم على الفريق الفائز ويعطينا يعني ما عنده يعطينا رؤية الفنية. أنا أعتقد أن جارزيتو يلعب بثلاثة لاعبين محور، يعرف أن الاتحاد لو يلعب بزوز لاعبين محور خط الدفاع هيكون ضعيف، ولاحظت بعد التغيير عندما خرج بالريش ولعب جمال على اليمين وقاعد يلعب بالصب والتربي. نعم. الأهلي بنغازي تحصل على عديد من الفرص، والهدف الثاني شفناه والأخطاء الكثيرة اللي كانت في خط الدفاع، لكن نعم. مع هذا هاردك الاتحاد انهنوا الأهلي بنغازي. الشوط الثاني كابتن جمال وكابتن علي البشاري من بدايته بدأ بهجمة الأهلي بنغازي وهجمة مرتدة مباشرة لنادي الاتحاد اللي كنت حتى لها أنت كوامي يعني أضاع هذه الكرة. كابتن علي البشاري الشوط الثاني شكل ثاني لكل الفريقين، يعني ممكن نقدر نقول الأهلي بنغازي عرف كيف يأكل الكتف في هذه المباراة، يعني التفاصيل البسيطة يتكلم عليها سيد جمال اشتغل عليها السيد ناصر الحضيري وكان تفوق من نصيب الرجال في هذه المباراة. ألف مبروك لنادي الأهلي بنغازي وحظ أوفر لنادي الاتحاد. شن تعقب؟ طبعا ألف مبروك لفريق الأهلي ونقول هارد لك لفريق الاتحاد. الشوط الثاني يعني كان مغير كليا من بداية الشوط الثاني، وخاصة كانت الهجمة الأولى عن طريق معتوق، وكانت نفس الهجمة المرتدة كانت لكوامي ولكن لم يستفيد من الفريقين. وكيف ما عارفين طبعا تحرر كل اللاعبين من الضغط العصبي والنفسي. نعم. وكانت المباراة يعني مفتوحة من الفريقين، حاول كل فريق ان هو يلعب على الفوز، وفعلا يعني كان الفريق الاهلي يعني مبادر بالتسجيل عن طريق اللاعب كراوة. حاول فريق الاتحاد في عدة هجمات ولكن ما كانش مهاجم فريق مهاجمي فريق الاتحاد يعني في الصورة المطلوبة. استفاد فريق الاهلي من الضغط النفسي اللي كان عليه فريق الاتحاد، وكان ركز على الهجمات العكسية واستطاع أنه هو ينظم صفوفه من حارس المرمى لخط الدفاع لوسط الملعب للمهاجمين. وكانت يعني أغلب مجريات اللعب اللي كان مسيطر عليها فريق الأهلي. حاول فريق الاتحاد أنه هو يعاود للمباراة ولكن كانت يعني وقت المباراة أو الوقت المباراة كان يضيع بدون أي استفادة. يعني كان كوامي يعني مصدر خطورة لفريق الاتحاد. صحيح. ولكن طبعا ما كان فرصة تانية يعني ممكن ضيحها كوامي كرة راسية. نعم. نعم. حاول يعني ما شفنا نحن أحمد الزوي يعني بدل من هو اللي كان في الهجوم ويسجل بدأ هو اللي يحاول يصنع الأهداف لكوامي. طبعا هذا الدليل على أن طبعا الفريق ما كانش يعني فيه ما هوش متناسق فريق الاتحاد. فريق الاتحاد السنة يعني ما قدمش الشيء اللي مطلوب منه أو الشيء اللي كانوا فريق جماهير الاتحاد متوقع من فريق الاتحاد أن هي تقدم شيء مناسب. ولكن طبعا ممكن مدرب الفريق له نظرة، كذلك الناس المسؤولة يعني لها نظرة مغايرة. طبعا كيف ما سمعنا نحن طبعا الكابتن جمال الخميس ما كانش يعني راضي ممكن على التشكيل، ممكن كان نتيجة الغيابات نتيجة إصابات. ولكن نحن كما عارفين حتى فريق الأهلي السنة يعني كان يعني بصورة جيدة وكانت بدايته يعني جيدة، باستثناء طبعا ممكن خروجه أمام الهلال في الكاس، ولكن كان المباريات جل المباريات يعني كان يعني يقدم في مستويات ممتازه. يقدم في مستوى كبير، وخاصه طبعا كراوة اللي هو يعتبر هداف الدوري يعني. نعم. هذا مكسب كبير للفريق، وحاول ان هو يسجل هدفين، وكانت يعني ممكن يسجل هدف الثالث لولا يعني ممكن تدخل مدافع فريق الاتحاد. كابتن علي من حديثنا كراوة امامنا لقطات الهدف الاول في هذه المباراه يعني توقيع هذا النجم يعني احد نجوم المواسم الاخيره في الكره المحليه، يعني استغراب كبير عدم وجود اسم أحمد كراوة مؤخرا في قائمة المنتخب الوطني، وخاصة أن المدربين يتعاقبوا على المنتخب الوطني يعني قاموا بتجربة العديد من المهاجمين في الخط الهجوم. طبعا احنا يعني هذا الشيء احنا متروك للمدربين. أكيد. ولكن طبعا اغلب الجماهير الرياضية يعني كراوة يعني قدم مستوى كبير سواء في الدوري او الكاس، واستطاع ان هو يتقدم على كل المهاجمين حوالي ممكن 10 او 11 هدف، وهذا الشيء اللي دليل على انه هو طبعا مهاجم جيد يحاول يستغل
كل الهجمات او كل الكور اللي توصل لها من لاعبين الوسط. يعني شفنا نحن بعد تحرك معتوق من جهه اليمين وابو دبوس. نعم كابتن علي كان في الفريقين. كابتن علي شاري اسمحني عذرا على المقاطعه، كان في كلام لكابتن جمال خميس على يعني وضعيه حارس المرمى في هذه التصويبه يعني وردت فعل حارس المرمى كابتن جمال، وكنت تشخصنا في حاله نادي الاتحاد في الشوط الثاني او في المباراه ككل. اليك كلمه كابتن جمال في التعقيب على الهدف وايضا على مستوى الاتحاد في الشوط الثاني. أحيانا المدرب يضع استراتيجية للعب لأي مباراة وهذا ما حصل، ولكن لما تقبل جول أنت لما الفريق الأهلي بنغازي يتقدم عليك في النتيجة يعني هنا الحلول تبدأ على طول. يعني المدرب أعطيه وقت طويل باش بدأ بأول التغييرات، يعني أنت خسر واحد شيء يعني شو تستنى فيه؟ مباراة مهمة، مباراة قد تحدد من يكون البطل، لأن المنافس الأهلي بنغازي لما يفوزك حيبدأ بسبع نقاط حتقعد أنت بخمسة نقاط. قبل الاتحاد هدف، هذا الهدف على المدرب لم يحرك ساكنا، قعد للدقيقة 77 باش قام بأول تغيير فعل. أول تغيير يعني أنت وكأنك راضي بنتيجة 1-0. أنا أعتقد وجهة نظري بغض النظر أحيانا كنا نخطئ كمدربين في اختيار التشكيل، لكن التصليح والتحوير يحدث من خلال مجريات اللعب. أنت قراءتك للمباراة بشكل، لكن ما تشاهده في الملعب وخلال المباراة شيء آخر. أحيانا تخطئ في اختيار ولكن تعيد الإصلاح ما قمت به. أنا خاسر واحد شيء، نستنى في مدرب الاتحاد يغير، نستنى يغير في التكتيك بالكامل، نستنى يدفع بمهاجمين، نستنى يدير تحوير لدقيقة 77 باش قام بأول تحوير. الوقت ضيق، لا يمكن الأهلي بنغازي فريق كبير عليه أن يعرف جرزته. لما الأهلي بنغازي يتقدم عليك في ملعب بنينة الوضع مش سهل، يعني ما تعتقدش أنت خلي يمشي الوقت وحنعدل مع الأهلي بنغازي. في الوقت اللي انت تبحث فيه عن التعديل الاهلي بنغازي سجل هدف الثاني وطلعك من المباراه مره واحده. كان هذا سؤالي كابتن العلي بشاري، اخر جمله انطقت بها سيد جمال الا وهي في العاده في كرتنا المحليه نشاهد اي فريق يتقدم في النتيجه وخاصه في المباراه الجد مهمه كابتن علي بشاري يتراجع بصوره يعني غريبه للمناطق الخلفيه. اليوم شاهدنا الاهلي بنغازي بعد تسجيل الهدف الاول حاول في اكثر من فرصه وحتى سجل الهدف الثاني حاول مره ثانيه انه يضيف الهدف الثالث، يعني ميزه جميله جدا يعني ما كناش نتابعوا فيها كثيرا في الملاعب المحلية إلا لما يكون الفرق يعني بعاد على المستوى بعض. هو طبعا إصرار اللاعبين يعني وحماس اللاعبين في زيادة الهدف الثاني كان دافع إيجابي، وكيف ما قال طبعا أخويا جمال يعني ممكن حتى تأخر المدرب أو إنقاذ جرزيتو فريق اتحاد ما كانش يعني جرزيتو في الوقت المناسب، تغييرات اللي دارها يعني تأخر واجد وخاصة بعد تسجيل الهدف الأول، وكذلك يعني ما كانش في وقت طويل بين الهدف الأول والهدف الثاني، لذلك يعني المدرب يعني حتى تغييرات دارها يعني تغييرات يعني ما أدنش الشيء المطلوب لفريق الاتحاد. فريق الأهلي استغل طبعا الشيء الانفتاح الفريق أو عدم ترابط خطوط فريق الاتحاد وخاصة بين المدافعين وبين خط الوسط الملعب، استغل عبد الله العرفي كذلك سفيان بن عمران وكذلك الهجمات الخلفية من مخلوف ومن معتوب اللي كان اليوم خاصة في الشوط الثاني كان في الصورة المطلوبة، بالإضافة إلى كوفي المهاجم الأهلي اللي كان يعني ممكن أغلب أو التربي كان مركز تركيز كبير على كوفي وأعطى الفرصة كوفي لإكراه أنه هو يهاجم الخلف بدون رقابة خلف المدافعين، واستغل يعني حتى شفنا يعني حتى فرصة الهدف الثالث يعني كيف صنعها يعني اكراه وحاول، ولكن طبعا يعني في اللقطه الاخيره في الوقت الاخير استطاع ان المهاجم انه هو ينقذ فريقه من هذه اللقطه اللي تكلم عليها كابتن علي بشاري هي لقطه الهدف الثاني كيف اتى من المناطق الخلفيه احمد كراوه وتحرك اكثر من رائع يعني لهدف جميل جدا شاهدناه في هذه المباراه لاحمد كراوه، ثنائيه جميله ليس فقط الهدف الثاني بل كان حتى الهدف الاول من اجمل اهداف احمد كراوه في هذا الموسم. كابتن جمال يعني النقد شيء طبيعي،
خاصة في كرة القدم، خاصة في أي لعبة، يعني يوم بتأدي يعني تلقى الجمهور يعني يفرح بيك، يآزرك، يشجعك، يمدحك، يوم ما تأديش. لكن الجرازيتو كان في مباريات ماضية حتى يأدي كان في نقد على هذا المدرب الفرنساوي، كان في يعني عدم التفاف كامل حول خيارات جرازيتو. اليوم يعني يضع الاتحاد في موقف لا يحسد عليه، يعني بتشكيل أو بتأخرة في التبديلات. يعني تقييمك لخيارات جرازيتو اليوم في مباراة اليوم؟ يعني أنا أعتقد أنه لم يدير المباراة بشكل جيد، لكن ما نحملوش المسؤولية بالكاملة لجرزيتو. نعم. اللاعبين لم يكونوا في المستوى. صحيح. أنا أدواتي، أنا مدرب ومدرب فريق، لكن لدي أدوات هي للطبق أفكاري. نعم. عندما اللاعبين يعجزوا على تطبيق الأفكار المدرب هنا تحدث المشكلة. جرزيتو نحمل جزء من المسؤولية، نعرفه المدرب هو المسؤول، هو اللي حيتحمل المسؤولية، هو كبش الفداء في كرة القدم. دائما المدرب هو المسؤول، اللاعبين دائما برا الموضوع. لما يلعبوا كويس وتمشي النتائج اللاعبين الموجودين أحسن الموجودين، لكن لما تجي النتائج العكسية ولا واحد يتكلم على ضعف المستوى في لاعبين لم يقدم مستوى. اليوم لاعبين في فريق الاتحاد خصوصا في سواء في الشوط الثاني سواء لاعبي الوسط أو في الخط الخلفي ما كانوش المستوى. صحيح. يعني اللاعبين يتحملوا جزء من المسؤولية. بعدين جرزيتو يلعب بزوز لاعبين في وسط الملعب. صحيح. جرزيتو يلعب بزوز لاعبين في وسط الملعب مقابل ثلاثة لاعبين للأهلي بنغازي في وسط الملعب، من المستحيل ثلاث لاعبين يجدوا اللعب، سفيان العرفي بودابوس، لاعبين يجدوا تمرير الكرة، احتفاظ بالكرة، هم اللي أثروا في نتيجة المباراة. لاعبي وسط الأهلي هم اللي كانوا الأفضل اليوم، وهم اللي أعطوا الامتياز للأهلي بنغازي. جرزيتو عنده أخطاء، تأخر في التغيير، نعم، وهذه دورة. لما يتأخر فريقك في النتيجة يجب عليك أن تجد الحلول. نعم. أنت مدرب، أنت تبحث عن الحلول، لكن أنا ضد فكرة إن الجماهير كاملة ما نحملش. ولكن أحيانا نسمع من الجماهير والله واحد مش راضي جرزيتو يلعب 3-4-3، واحد يبي جرزيتو يلعب 4-2-3-1. لا، هذه مش مسؤوليتك أنت، هذا مدرب. أفكار كثيرة والآراء كثيرة، وفي من حمل حتى في بعض الأسماء اللي خرجت من قلعة الاتحاد يعني يتحمل مقارناته. دائما لما نتكلم عن المقارنات غير يتحمل جرزيتو مسؤولية إدارة فريق الاتحاد، هو المسؤول عن النتائج، هو المسؤول على اختياراته. صحيح. هو المسؤول على تأخره في التغيير. نعم. لكن حتى اللاعبين يجب أن يعوا مسؤوليتهم أنهم يلعبوا لفريق بقيمة الاتحاد. نعم. مش معقولة تلعب بها السلبية. شفنا لاعبي الأهلي بنغازي الإصرار على الفوز، الرغبة في تحقيق ثلاث نقاط خصوصا الشوط الثاني، كانت رغبتهم واضحة، كان حماسهم الطاغي في الملعب، كانوا موجودين في الملعب ويحسسوك أنت كمتفرج أنهم عندهم رغبة أن يفوزوا بثلاث نقاط، وهذا ما حققوه. صحيح. ونهنيهم أنا على الروح هذه والحماس. وبالتالي أول شيء نهنوا لأن مدرب ليبي، إحنا علاش ما نتكلموش على الحضيري ونشكروا الحضيري قود الأهلي بنغازي ويقدم في مستويات ويحقق في نتائج. شكرا ناصر الحضاري على المستويات وعلى النتائج مع الاهلي، وفرصه الفرصه الاكبر ليه هو يعني وهارد لك الاتحاد. واعتقد المشوار مازال في رباعي التتويج، يؤمنوا بحدودهم، يحاولوا بعض الاخطاء يتم تداركها الان. كابتن، واتمنى لكل فريق التوفيق، واتمنى للاتحاد التوفيق في باقي المشوار. كابتن جمال، انتقلوا بالحديث مع النجم علي البشاري بين شوطين وبداية وقبل ما تبدأ المباراة، كابتن علي كنت تتكلم على الروح الرياضية وتتمنى أن المباراة تكون في كنف الروح الرياضية وتنتهي بالروح الرياضية. هذا ما شاهدناه، حتى إن كانت المباراة يعني بنتيجة غير متعادلة، يعني أغلب مباريات اللي انتهوا بتعادل كان يعني اللوم والمشاكل فيها أقل، لكن اليوم تفوق نادي الأهلي بنغازي بجدارة واستحقاق، تقبل اللاعبين يعني النادي الاتحاد في نهاية المباراة هذه النتيجة. والأفضل من هذا كله هي الروح الرياضية هي اللي تفوقت معنا اليوم. طبعا الرياضيين سواء لاعبي الأهلي ولا لاعبي الاتحاد ساعدوا طبعا حكم المباراة يعني على إدارة المباراة. المباراة يعني ما فيهاش هذيك الحاجات الكبيرة اللي تستحق انك انت ممكن من خلالها تنتقد حكم المباراة، يعني لا. اخطاء يعني ممكن كانت بسيطة وما هيش مؤثرة للفريقين، ولكن طبعا كيف ما قلنا نحن من البداية مباراة يعني مباراة الروح الرياضية، كيف ما قلنا الشوط الاول انتهى
0-0 وكانت الروح الرياضية هي اللي سائدة في الملعب. كذلك يعني الشوط الثاني شفنا رغم أن طبعا فريق الاتحاد فاقد النتيجة 2-0 ولكن يعني الرياضيين أدوا ما عليهم. صحيح قد يكون دائما المدرب هو الضحية، الفوز للرياضيين عارفينه وطبعا والخسارة دائما للمدرب. ناصر الحضيري اليوم قاد المباراة بأحصاب هادية وصل بها إلى بر الأمان. قرزيتو إننا شفنا ممكن طريقة اللعب ما تتماشى مع فريق الاتحاد، عارفين أن احنا فريق الاتحاد يعني في السنوات الماضية من خلال المدربين الوطنيين أو من خلال مدربين الأجانب يلعب حسب إمكانيات اللاعبين اللي عنده ويلعب بطريقة 4-2 وهذه يعني أغلب فرق الدوري الليبي تلعب بهذه الطريقة أو 4-3-3 ولكن طبعا كل مدرب له وجهة نظر وكل مدرب يحاول أنه هو لحسب إمكانيات اللاعبين اللي عنده حسب توظيفه للاعبين حسب التكتيك اللي يلعب به حسب كل مباراة وظروفه. ولكن طبعا هذه المباراة هذه تختلف اختلاف كلي من خلال النتيجة من خلال ترتيب لها حسابات خاصة لها حسابات كلمات كبيرة. كذلك يعني قبل لا توضع أي شيء صحيح نجم منتخبنا الوطني السابق مشكور على كل ما قدمته معنا اليوم في الاستوديو التحليلي. نعم كابتن علي بشاري إضافة بسيطة لكل مدرب منهجه وتفكيره وأليته نتمنى أن تكون في أولوياتهم وهي تكريس الروح الرياضية. شكرا لك أن كنت معنا ضيف يعني خفيف الظل وإن شاء الله دائما تتواصل معنا. ألف مبروك لأهلي بنغازي مرة تانية، حظ أوفر لنادي الاتحاد في نهاية هذا الاستوديو التحليلي. الأهلي بنغازي هو كان المتفوق، الاتحاد كان اليوم فقد نتيجة لقاءه. يعني لخصنا هذا اللقاء في جملتين. والله نفس الكلام اللي قلته، خذ حتى اكثر نفس الكلام اللي قلته. مباراة تفوز بها وما تلعبهاش مش شرط انك تكون الافضل في الملعب. نعم. اخطاء بسيطه ارتكبوها مدافعي الاتحاد كلفت هدفين. الاتحاد عليه ان يعيد حساباته، يلملم اوراقه، ما زال الكره في الملعب، ما زال عنده مبارتين، قادر الاتحاد باسم كبير انه يعود في المنافسه. اليوم نهنوا الاهلي بنغازي لان فريق فاز وقدم حتى لو لم يكن الافضل في الملعب بصوره واضحه ولكن عرف كيف يتحصل على 3 نقاط. هارد لك للاتحاد وان شاء الله القادم يكون افضل. مشكور جدا سيد جمال، الشكر موصول لكل من يشتغل في هذا الصرح الاعلامي، الشكر موصول لكل من يتابع ويحب ليبيا الرياضية. مشاهدينا الكرام انقلبت الموازين، الأهلي بنغازي بعد 4 لقاءات في دوري التتويج يتصدر هذه المجموعة ب7 نقاط، الاتحاد والنصر في الترتيب الثاني ب5 نقاط، الأهلي طرابلس متدين لترتيب مجموعة التتويج ب4 نقاط. الملتقى بكم في مساحات رياضية متجددة أكيد عبر مباريات المهمة والمفصلية للدوري الليبي والكأس في المراحل الأخيرة وأيضا في جميع القاعات والساحات والملاعب الليبية لنقل الجميع وكل ما يستطيع عليه جنود ليبيا الرياضية نقله في الرياضة الليبية. نقول لكم صحة سحوركم وإن شاء الله أيامكم كلها مباركة وإن شاء الله ربي يكمل علينا الشهر وكل شهور بالخير وإن شاء الله تنتهي المسابقة بالخير. إلى الملتقى في مواعيد رياضية قادمة، هذه تحياتي عبد المهيمن الوعر وجميع وكل طاقم المصاحب لي في هذه القناة. نقول لكم تصبحوا على الخير، مع السلامة الله. شكرا لي. هذا البرنامج برعاية النت. النت انترنت افضل، انترنت اسرع. The new Sonata. دانا مصدر للحليب والألبان. شركة بانوراما التقنية وكل معتمد شبكة قنوات بي ان سبورتس. كيف العي؟ العالم صديقنا. هذا كله كاش، لا مو بكاش،
اشترك الآن في خدمة موبيكاش من مصرف الوحدة. للإعلان على قناة ليبيا الرياضية، الوكيل الحصري، شركة الغد للدعاية والإعلان والخدمات الإعلامية. لأن رمضان كريم ديما يجينا معه الخير، ولأن مصرف الوحدة أكبر المصارف العاملة في ليبيا، حب يشارك بالخير ورفع سقف المشتريات بخدمة موبي كاش إلى 1500 دينار وبنفس سعر الكاش، ورمضان يجمعنا بالخير. مصرف الوحدة، اختيارك الأفضل. هذا البرنامج برعاية النت. النت، انترنت أفضل، انترنت أسرع. The new Sonata. دانا، مصدر للحليب والألبان. شركة بانوراما تقنية معتمد بشبكة قنوات بي ان سبورتس. كيف العي؟ العالم صديقنا. هذا كله كاش. لا موبيكاش. اشترك الآن في خدمة موبيكاش من مصرف الوحدة.